دونك لا بارتي الاولى فيها شويه على الاتوميسيك، يعني الاتوم شنو كنمش كتكون الاتوم اكسيتيرا، شنو هما لي موديل. ولا بارتي الثانيه فيها شويه ديال الكريستالوغرافي. اوكي، دونك بالنسبه لا ستركتور، دونك نبداو بلا ستركتور دو الاتوم. دونك اول حاجه غادي نشوفوها هي la structure de l'atome. Donc, je connais l'atome que donc proton, neutron, donc un noyau, un des électrons qui gravitent. Donc, en général, l'atome a d'abord un modèle lourd ou libéral, donc un des noyau. Ou bien sûr, un des électrons qui gravitent autour. هذا النوايو بيان سور تاهو كينقسم لجوج، فيه دي بروتون و دي نوترون. بيان سور لا ديمونسيون ديال النوايو صغيرة بزاف على ديمونسيون ديال الاتوم، دونك لا ديمونسيون ديال النوايو تقريبا 10 موان 15 متر، و لا ديمونسيون ديال الاتوم تقريبا 10 موان 10 10 موان 10 متر. اوكي، دونك جو بونس با تعرفوا يعني تعرفي بزاف ديال الحوايج في هاد لابارتي. لا خصك تعرفي بان لاتوم كان ريبريزونتيها بهاد لو سامبول هكا، دونك هادشي ديجا شتي في الباك. ا هو كيتسمى لو نومبر دو نوكليون، دونك هو لو نومبر دو نوكليون. نوكليون شنو كنقصد بهم؟ يعني هي النوايه، هادشي اللي عندي لداخل هنايا. دونك غادي يكون هو لا سوم des protons et neutrons. D'accord? Donc, Hachi Likain Naya, Binsbel Z, je n'ai qu'une Z qui est le numéro atomique, donc le numéro, le numéro atomique. Le numéro atomique, voit en fait le nombre des de protons. Ici, les électrons, le nombre de protons. Au fond, je radique un Z ou le nombre des électrons, il est un atome neutre. OK? Il y a un atome machine chargé. Ou X, bien sûr, ou le symbole de l'atome direct. Le chose que nous avons fait dans le modulateur, c'est que nous avons les isotopes. Donc les isotopes ou le nodaire sont les éléments, donc des éléments qui ont le même numéro atomique, des éléments de même numéro atomique, donc qui sont le nodaire Z. Exemple, il y a l'hydrogène, donc il y a l'hydrogène qui est les isotopes, c'est-à-dire le nodaire. L'hydrogène lui fait un proton ou un électron qui gravite autour. Donc, il y a un lobe H1, 1. Deuxième type de l'hydrogène qui se met deutérium. Donc, deutérium. Donc, il y a deutérium qui est 2 à 1 ion. Ça veut dire un proton plus un neutron, donc proton plus neutron, ou un électron qui gravite autour. Donc, je me casse la dernière. On a un F qui est le faux. Et donc, nous, les protons, le proton qui est plus. Ok, tritium, donc tritium, ou un nodaire d'accord de l'hydrogène, c'est un nodaire, il y a un proton, ou fait le halai, il y a un juge de l'inotron. Ok, donc il y a un nodaire, le Qasim Moucharak, il y a un nodaire, 9 Z. Ok, donc il y a un nodaire, 10 isotopes. Après, c'est un atome, c'est la masse atomique, la masse de l'atome. Ok, donc, principal la masse de l'atome, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous proton, dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit chaque proton, dit que nous avons dit que nous avons donc que nous neutron, dit que nous avons وشحال فيها لا بلاتي بروتون قلنا الكترون، دونك الكترون حيت
هنا كنهضر على لا ماس اتوم دونك ناخذ لو كال بلو سامبل هي لاتوم نوتر اوكي لاتوم نوتر سا فيدير كو زد راه كيمثل ليا هو لو نومبر ديال لي بروتون وفي نفس الوقت هو لو نومبر دي زيلكترون هذا غير الحاله الخاصه ديال لاتوم نوتر اوكي دونك غادي يكون فيها زد بروتون وزد نوترون بيان سور بلس ان فوا لا ماس ديال لي نوترون دونك هذه كتسمى لا ماس ديال الاتوم لا ماس ديال الاتوم دونك بلس الاتوم قلنا فيها زد بروتون وفيها ان نوترون وفيها زد الكترون دونك كتشد زد كضرب في لا ماس ديال الالكترون زد في لا ماس ديال البروتون و ان في لا ماس وندير لاسوم ديالهم باش نلقى لا ماس توتال ديال الاتوم ديالي بيان سور هنا الوحدات ما يمكنش نخدم بالكيلوغرام حيت الكيلوغرام الا جيتي تعبر على لا ماس ديال الالكترون بالكيلوغرام طيح 10 ناقص 20 دونك شي حاجه اللي هي صغيره بزاف دونك لينيتي لا بليز ادابتي اللي كتسمى ليوما دونك ليوما هي واحد لينيتي اللي غادي نستعملوها باش نعرف لا ماس ديال هاد النواه هادي دونك هاد ليوما باغ ديفينيسيون هي واحد على 12 في لا ماس ديال الكربون اوكي او لا ماس ديال لاتوم ديال الكربون دونك هادي لا ديفينيسيون ديالها الكربون 12 بيان سور دونك الكربون 12 اوكي الحاجه الثانيه اللي غادي نحتاجو لا ماس مولير دونك لا ماس ديال اون مول لا ماس مولير بعدا شنو هي اون مول لا مول دونك لا مول هي الا كانت عندك شديتي لا ماتيير ديالك وحطيتي فيها ان اتوم وهاد ان هو لو نومبر دافوكادو لو نومبر دافوكادو يعني الا شديتي وهادو نو بيان سور هو داك 6 صفر 23 10 اس 23 اتوم دونك الا جمعتي واحد الباكيه فيها 6 في 10 اس 23 اتوم هذاك الشيء كامل غادي نسميه مول واحد بحال عندك مول واحد سي بون اوكي مازال عندك الصوت ما عنديش مشكل سلام تبع معايا داكو دونك انا عطيو لا ديفينيسيون ديال المول دونك تاهي عندها علاقه بالكربون 12 دونك اون مول هي تو سامبلومون ولا اون مول داتوم واحد المول ديال لاتوم هي تو سامبلومون او لا دونك اون مول داتوم دونك قلنا دو كربون 12 دونك الكربون هو بحال اللي قلتي لا ريفيرونس ديالنا دو كربون 12 هادي كتوزن الا توزن شحال كتوزن راه كتوزن 12 غرام دونك الا شديتي مول وحده يعني شديتي 10 او 23 اتوم ديال الكربون وزنتيها غتلقاها كتساوي 12 غرام اوكي دونك لا ماس الا بغيت نخرج لا ماس دان اتوم ديال اتوم وحده من هذا الشيء كامل دونك لا ماس دان اتوم دونك شنو غادي ندير دونك شنو قلنا 12 غرام شحال فيها من اتوم فيها ان اتوم وفاش غادي نضربها غادي نضربها في 12 يوما دونك هادي هي العلاقه ما بين الغرام واليوما دونك الا بغيتي تحول الا بغيت واحد يوما يعني يونيتي دو ماس اتومي شنو غادي تجي تمشي لها 12 مع 12 شنو تبقى لي تبقى لي هي واحد على ان دونك هادي اون اوتر ديفينيسيون ديال اليوما دونك فاش كنقول لك واحد ايما راه كنقصد هي واحد على لو نومبر ديال افوكادرو غرام بيان سور دونك واحد على ان غرام اللي هي دونك الى حسبتها تلقاي 1.66 10 اس ناقص 24 تقريبا غرام دونك هادي هي لا غولاسيون ما بين ليما وما بين الغرام اوكي اوكي دونك بالنسبه لاماس ديال الا خديت دونك شنو كنقصد بلاماس مولير دونك هنا راه ديفينيت غير المول شنو كنقصد بلاماس مولير دونك هي لاماس ديال واحد المول واحد دونك لاماس
molaire, il y a tout simplement la masse d'une mole d'atome. Il y a tout simplement la masse d'une mole d'atome. Ok, donc d'abord, en gros, ce qu'on a à faire, la partie de l'atome ici, entre d'abord les modèles de l'atome. Donc l'atome, à votre question, là, qui possède les électrons qui dorment le noyau. Donc, c'est un modèle qui est bizarre. Donc, on a le premier modèle, l'Iben. Donc, on a un super cordial. Isotope, donc définition de la masse atomique. Ok, donc pour les modèles, on va Rutherford, donc les modèles ou la structure de l'atome. La structure de l'atome. Donc, pour la structure de l'atome, donc il me clique d'abord, c'est les électrons. Qui fait que gravité. Donc, au modèle, donc, mais je vais le modèle de Rutherford. Donc, le modèle, chef le système solaire, il noyau, ou les électrons. Donc, on voit un modèle qui est le modèle planétaire, les planètes, le modèle planétaire. Okay. Donc ça veut dire le noyau est indéfloré ou qui dort là les électrons de l'alcool. Donc là, le noyau, on a des électrons. Ce modèle a fait un problème qui est très important. Il est très important. L'électromagnétisme. Électron. Magnétisme. Alors, il est très important avec l'électromagnétisme. عندي واحد التيوري في الالكترومغنيسيزم كتقول لي بان الالكترون فاش كيتحرك دونك ان الالكترون او موفمون شنو كيوقع له كيطلق ان غيونمون اي غيون اوكي ولا غيونا يعني بدا كيطلق غيونمون يعني صافي غادي يفقد الانرجي دونك كتكون عندي اون بيرت دينرجي دونك ايماجيني هاد لا سيتوياسيون هادي عندي بحال عندي واحد الطوموبيل كدور على واحد السونتر وهاد الطوموبيل غادي كتريوني يعني سالجي كوا كتريوني يعني كتطلق لي واحد لا لوميا كتطلق لي حيت كيتحرك دونك هذا الموديل بلانيتير فيه الالكترون كيدور اوكي يعني سالجي الالكترون خصو توجور يعطيني ان غيونمون يعني لي زاتوم اللي عندنا في الكون خصهم توجور يعطيوني لو غيونمون وهذا الشيء كونتراديكتوار ليكسبيريونس حيت ليكسبيريونس لاطوم فوقاش كتعطيك واحد لا لوميا حتى كتاكسيتي انتيا اوكي سينو انا وهاد البي سي وهاد الشيء اللي كيدور بينا كامل راه كيطلق ريونمون ما كنشوفوش دونك هذا هو المشكل الاول وكما قلت لك الا كان الالكترون كيفقد دو لينيرجي شنو غادي يبقى يدير غادي يبقى يدور 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 كيفقد واحد اللحظه غادي يطيح ليا في النويو سافدير كو لا ماتيير ني با ستابل دونك لا ماتيير يعني ما تشوفش عندي شي حاجه مثل لا ماتيير الا كان لي الالكترون كامل كيهبطوا ليا للنويو سافدير ما كاينش شي حاجه مثل لا ماتيير دونك لا ماتيير n'est pas stable. Donc, à rejeter. À demander ma salle. OK. Donc, le modèle, tiens, le modèle, les voies, j'ai le mot de stabilité. Donc, on a des mots qui sont en train de se trouver les idées. Donc, on a des problèmes de stabilité. Le modèle que l'on a, qui est le mot de stabilité. اوكي دونك هاد البور هذا غادي يكون ذكي شي شويه وغادي يقول بان غادي نعالج هاد المشكل ديال ستابيليتي دونك غندير لو موديل دو بور اوكي دونك هاد لو موديل ديال بور يقول لك سيدي بان هاد لي زيليكترون يعني هي نفس لو موديل ديال روترفورد مي غادي يقول بان هاد لي زيليكترون ما كيدوروش في نانفورت كو ما عندهمش اي مسار عندهم واحد لي تراجيكتوار اللي يمكن لهم يكونوا فيهم سواء غادي يكون هنايا سواء غادي يكون هنايا سواء غادي يكون مثلا هنايا يعني بحال الا عندي دي زوربيت دونك هادو غنسميهم دي زوربيت بريفيليجي سافي دير كوا اون اوربيت بريفيليجي
ça veut dire بان الالكترون ما يمكنلوش يتواجد دونك بحال قلتي عنده واحد التونيل واحد النفق اللي كيتحرك فيه غير هو ما يمكنلوش يتواجد شي بلاصه في الدار يعني الا سولتك شنو هي الاحتمال الالكترون باش يكون في هذه لا زون هذه يعني اونتر دو زوربيت غتقول لي زيرو امبوسيبل يكون الالكترون في هذه الخنتان ماشي بحال الموديل ديال رودرفورد الموديل ديال رودرفورد الالكترون يمكن يكون في نابورت كيل ريجون في الاسباس ما كاينش ماشي ستي دونك ها هو رودرفورد صافي دي غادي يعالج ليا المشكل ديال ستابيليتي سيتير الالكترون الا كان غير سواء غادي يكون هنايا سواء غادي يكون هنا صافي دي عمره ما غادي يطيح ليا النوايو علاش حيت ما كاين حتى شي نيفو هنايا وما كاين حتى شي نيفو هنايا دونك ديما غادي يبقى بعيد على النوايو صافي دي كل ماتيير اي لي ستاب اوكي دونك نحط باش نتبع معاك اوكي وهاد لي زوربيت بيان سور سيركولارمون circulaire, on va traiter les démonstrations. Chaque orbite va avoir une certaine énergie, mais c'est l'orbite l'oula, une énergie E1, l'orbite tania va avoir l'énergie E2, etc., etc. Ok? Donc, donc il m'a dit que cet électron soit va avoir une E1, دونك هاك كيفاش كنقرا هاد الدياغرام دونك الدياغرام دونك من هنا الفوق ناخذ واحد الدياغرام كيتسمى دياغرام انرجيتيك دونك الالكترون سوا تكون عنده انرجي او 1 سوا غادي تكون عنده انرجي او 2 سوا غادي تكون عنده مثلا انرجي او 3 دونك هاد لي انرجي كنديمونطراو عليهم بهاد لا فورمول هادي هي ناقص 13.6 على ان او كاري الكتروفول بيان سور الحاجه اللي نسيت ما هضرتش عليها بان هاد الموديل ديال روتفورد فوق الصالح صالح غير بالنسبه للهيدروجين هيدروجين أو لا واحد لا واحد تيب ديال لا ماتيير اللي كتسمى الهيدروجين ويد سافي ديغ كوا الهيدروجين ويد سافي ديغ تو سامبلومون اي ماتيير خديتيها مثلا الكربون غتحيدو لي زيكترون ديالو كاملين وتخلي غير واحد دونك كيولي كيتسمى هيدروجين ويد يعني كيشبه الهيدروجين شي شويه سي بون دونك هاد لو موديل دو بورد صالح غير بالنسبه للهيدروجين والهيدروجين ويد دونك الا كان الهيدروجين دونك شنو الفرق ما بين الهيدروجين والهيدروجين ويد دونك الى خديتي مثلا شي هيدروجين ويد دونك شنو الفرق اللي غادي يكون خلاص يكون قلنا عندهم نفس عندهم ان سول الكترون على برا مي في النوايو فين غادي يتبدل حيت الى خديتي ان هيدروجين ويد راه كيكون فيه زد بروتون اوكي دونك كيكون عنده فيه زد بروتون دونك هاد لا فورمول كان موديفيا دونك هادي بالنسبه للهيدروجين ويد ناقص 13.6 في زد او كار داكور سي بون غادي معايا مزيان داكور اوكي دونك هاد لا فورمول كات ابليكا كيما قلت لك على الهيدروجين ويد هيدرو جي نويد وهنا بالنسبه للهيدروجين علاش حيت الهيدروجين في ان سول بروتون دونك هنا زد ايتيكال ايتيكال ا دونك كيما قلت لك هاد ان هذا غادي نسميه لو نومبر كوانتيك برينسيبال بعد نشوف على سمينا نوم كوانتي وشنو هي المميزات ديال هاد ان هذا كيكون ابارتيان ا ان ايطوال يعني سي تان مونتي دونك كيف باش نتعلم نقرا هذه صافي ديك كوا الهضره هذه صافي ديك بان الالكترون عنده غير دي جينيرجي يمكن ياخذو ما عندوش نيمبورت اي انرجي هنا كنهضر على لا كوانتيفيكاسيون ديال الانرجي Ça veut dire que l'énergie ne peut pas être n'importe comment. L'énergie n'est pas une fonction continue. Ok? Ou a dit, c'est quelque chose qui est bien physique. Et bien, je dis que l'énergie est quantifiée, ça veut dire, enfin moi, d'une autre manière. Ça veut dire que l'électron, imaginez qu'il y a un électron là. Il y a un peu de chaque niveau de bord, il y a un adab, ou un associé, il y a un nombre, il y a un n. Donc, le niveau lourd, il y a n est égal à 1. Donc, il y a le niveau. فوندامونتال حيت هو الاول كاع وهنايا ان ايتيغال ا 2 هذا غادي تسمى لو نيفو لو بروميي نيفو اكسيتي ان ايتيغال 3 لو دوزيام نيفو اكسيتي 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 دونك سا فيدير كوا الا بغيت نطلع مثلا انا الالكترون نجيبو من لو نيفو ان ايتيغال ا 1 نطلعو لهنا
دونك شنو خصني نعطي خصني اكسيتير باش كان اكسيتي وكان اكسيتي بان فوتون يعني كنضربو فوتون او لا كنسخنو لينيرجي تيرميك او لا كنعطي انرجي الكتريك دونك كنعطي اون انرجي سو فورم ديال فوتون ولا كيما بغيتي دونك شنو غادي يدير هذا الالكترون هذا الا ما كانش الانرجي ديال هذا الفوتون هذا اللي جاي ايتيغال ما خصهاش تكون اقل ايتيغال على ديفيرونس حيت قلنا هذا النيفو اللي كاركتيريزيك واحد الانرجي سميتها او 2 وهذا النيفو اللي كاركتيريزيك واحد الانرجي ايتيغال او 1 دونك الكونديسيون باش الالكترون ديالك يتحرك خصك تعطيه الانرجي ديال الفوتون خصها تكون كتساوي وجوج ناقص او واحد اكزاكتومون وهذا الشيء ماشي لوجيك يعني الا قارنتي مع الحياه العامه عندك واحد الكره بامكانك تعطيها نامبورتي الانرجي اللي بغيتي يمكن لك تعطيها شويه ديال الانرجي غادي تاجي بشويه عطيتيها بزاف اجي بزاف دونك كتاكسبتي نامبورت الانرجي علاش حيت الانرجي اللي كونتيني في لو موند كلاسيك لو موند اللي كنعيشو فيه كيتسمى لو موند كلاسيك او الفيزيك كلاسيك اللي خدمنا فيه فهاد لو موند هذا الانرجي اللي كونتيني اما بالنسبه للالكترون عنده واحد التصرف غريب يعني الا ما عطيتيهش الانرجي اكزاكت خاصكم كتساوي او 2 ناقص او 1 عاد كيتحرك يعني بحال كيحس بك دونك هنا عليه هنايا كنقول بان الطاقه الي كونتيفي مكمم سي بون وهذا الفينومين هذا كيتسمى لابسوربسيون يعني الالكترون فاش كيدوز من واحد النيفو تحتاني لواحد النيفو فوقاني شنو خصو يدير خصو يابسوربي ان فوتون خصو ياكل الفوتون باش يطلع الفوق دونك هذا الفينومين هذا كيتسمى لابسوربسيون بيان سور العكس ديالو هي ليميسيون يعني الالكترون غادي يكون فواحد النيفو فوقاني وغادي يبغي يهبط لتحت دونك شنو غادي يدير في هذه الحاله غادي يعطيني ان فوتون دونك الالكترون دونك هذا كيتسمى ليميسيون يعني بار ايميسيون دون فوتون دونك هاد لا لوميير اللي كنشوفو حنايا في الكون راه اون فيت راه غير دي اكسيتاسيون ديال الالكترون يعني الالكترون فاش كيبغي يهبط هو دونك هاد اللي كنشوفو حنايا راه اون فيت غير اكسيتاسيون ديال الالكترون يعني راه جاي من الالكترون من الموفمون ديال الالكترون داكور دونك بيان سور عندي واحد الالكترون قلنا كاين في الفوندامونتال يعني في ان ايكال 1 غتبقى تطلعوا واحد اللقطه غادي تحيدوا من الاتوم يعني غادي تولي الاتوم شنو تولي كتولي ايون دونك الا بقيت طالع في ان شنو قلت لك بان هذا ان الى بارتين ان يعني بامكان يعني نكبروا بزاف يعني غادي ندي لانفيني دونك شنو هي الانرجي اسوسي او ديال لانفيني طبقت لا فورمول ناقص 3 الى 6 لانفيني او كاري غتجيني هي زيرو الكترون دونك هذه كتسمى لينيرجي ديونيزاسيون اوكي لا بلاتي شنو كندير هنا خصني نحسب لا ديفيرونس دونك شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون لينيرجي ديونيزاسيون هي كتشد واحد الالكترون كديه لانفيني وكتنقص من الانرجي ديال حيت كان في الاول هنا في الفوندامونتال الا سولتك شنو هي لا ديفيرونس دينيرجي اونتر هاد لي دو نيفو حيت هنا ان ايتون فيغ لانفيني وهنا دي دونك شنو هي الدلتا او هنايا هي او ديال لانفيني ناقص او ديال الفوندا الا كان في الفوندامونتال اما الا كان في لو نيفو الثاني غدير ناقص او 2 دونك شنو هي هاد الانرجي هادي كتسمى الانرجي ديونيزاسيون يعني الانرجي نيسيسار باش نقلع الالكترون من الاتوم ما يبقاش كينتمي للاتوم دونك الا درتي لا فورمول غتلقاها هي 13.6 الكترون فولت دونك هادي هي الانرجي نيسيسار باش نقلع ان الكترون من الهيدروجين بيان سور كتبدل على حساب الاتوم دونك كما قلت لك لي ليميتاسيون ديال هاد الموديل هذا هو بان il s'applique seulement pour l'hydrogène vide دونك ليميتاسيون دونك applicable pour l'hydrogène vide دونك applicable sur l'hydrogène vide يعني الا كانت عندك ان اتوم بولي الكترونيك يعني فيها بزاف ديال لي زيكترون الموديل هذا ما خدامش المشكل عاوتاني كاين مشكل في الاكسبيريونس ما كيفسرش دونك نيكسبليك با سيرتان ري دونك نيكسبليك با سيرتان ري دونك ديز اتوم بولي الكترونيك دونك ديز اتوم donc il cherche les raies des atomes polyélectroniques. Donc je ne parle pas de la blé raie. En fait, je dis si un gaz de l'hydrogène, un gaz de l'hydrogène, tu as le courant
كريتي واحد لو شون الكتريك هنايا انتونس، دونك هاد الغاز ديال الهيدروجين كيعطيني واحد لا لوميير كيت اكسيدا. دونك حنا شنو كنشدو؟ كنشدو هاد لا لوميير وكان اناليزيوها، كنشوفو هاد لا لوميير، كنشوفو لا لونغور دون ديالها اكسيدا اكسيدا. شنو كنلقاو؟ كنلقاو واحد الدياغرام فيه شاك لوميير، مثلا الاحمر هنايا ابري كتلقى مثلا الزرق، دونك الزرق نورمال كيكون هنايا قبل بعد الاحمر هو بليز انرجيتيك اكسيتيرا. دونك كتلقى مثلا غير سيغتان كولور، دونك هذا كيتسمى لو سبيكتر ديميسيون. اوكي، يعني هو لا لوميير ايمي باغ الهيدروجين، وابارتير من هاد الاكسبيريونس هي باش حطينا هاد لو موديل كامل. دونك كما قلت لك الا خديتي سبيكتر مثلا ديميسيون ديال دوطخ اتوم من غير الهيدروجين، هاد الموديل هذا ما خدامش، خاصك تلقى شي موديل واحد اخر. لو موديل اللي غادي يجي مور بور غادي يكون هو لو موديل كوانتيك، دونك هذا هو لو بلو اكزاكت. اوكي، دونك فهاد لو موديل كنعتبرو بان ما كاينش شي حاجه سميتها الكترون. دونك كنهضروا، دونك هنا ما غاديش ندخلوا في ليتا، كنهضروا على لا دياليتي اون كوربسكول، لا دياليتي اون كوربسكول. شنو كنقصد بلا دياليتي اون كوربسكول؟ سافي دير بان الالكترون الا بغيت نخدم هذا الموديل كوانتيك، هو اللي صحيح كيقول لي هذا الموديل كوانتيك بان الالكترون راه ماشي ماس، ماشي 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 ما كيتصرفش بحال شي بيه. اوكي، اولا بحال شي بارتيكول، اون فيت راه كيتصرف بحال شي موجه وفي نفس الوقت بارتيكول. دونك هذه شي حاجه اللي هي بيزار، ما كاينش شي حاجه في اليونيفير اللي كنعرفوا حنايا عندها هذا الكومبورتمون هذا. يعني ما كاين الا قلتي في لو موند كلاسيك ما كاينش شي حاجه اللي هي في نفس الوقت موجه وفي نفس الوقت بارتيكول، حيت كنعرفوا في لا فيزيك كلاسيك سواء غادي تكون موجه سواء غادي تكون بارتيكول، ما يمكنش تكون جوج بيهم في دقه واحده. دونك هذا لو موند كوانتي، هذا الموديل كوانتي جاب شي ايدي اللي هي غريبه بزاف، اللي هي بان الا بغيتي يعني كيفاش نقول يعني تجمع هاد لي بوان، يعني تحل هاد لي بروبليم كاملين اللي ديال الموديل دبور، خصك تيبوزي هادي ما عندكش منها هرب. دونك هاد البروبليم هذا كيتسمى لا دياليتي اون كوربسكول، يعني الالكترون كيلعب نفس الدور ديال كور، نفس بحال الدور ديال واحد الموجه. هاد الموجه عاوتاني عندها اونيا تخا انتربريتاسيون، هاد الموجه ماشي نامبورت كيل موجه، واحد الموجه كتسمى لون دو بروبابيليتي. هاد الموجه اون فيت ماشي شي حاجه اللي هي فيزيك، راه كتعطيني غير الاحتمالات. دونك دابا الا بغيت نمثل لاطوم ديالي، دونك لاطوم ديالي الا بغيت نمثلها غادي نمثلها بحال هكا. مثلا هذا هو الهيدروجين ديالي، سافي ديال ما كتعرفش الالكترون ديالك فين كاين، وان اللي كتعرف عليه كتعرف غير الاحتمال، شحال الاحتمال مثلا نلقاه هنايا، هادشي اللي كتقول لي هاد لا فونكسيون. دونك هاد لوند اسوسي لهادي كنرمزو لها بسي اكس ايغاك زد تاع، حيت كديبوند دي بليسباس وبلو طون، والموديل ديالها او كاري. الا حسبتي وحسبتي الموديل ديال او كاري شنو كتعطيني؟ كتعطيني غير لا بروبابيليتي، بروبابيليتي دو تخوفي ان الكترون فواحد لازون في اسباس، دو تخوفي الالكترون مثلا فواحد ليليمون دو فوليوم دي دو في. مثلا خديتي واحد ليليمون دو فوليوم دي دو في بغيتي تعرف شحال هو الاحتمال باش نلقى الالكترون ديالي فهاد لازون هادي، كدير بسي او كاري وكتحسب. دونك هنا عاوتاني شي حاجه اللي هي ثوريه علاش ريفولوسيونير؟ حيت في الفيزيك مايمكنليش نهضر على الاحتمالات. دونك هادشي باش كان اينشتاين ما عجبوش هاد الافكار ديال هاد الناس هادو، حيت كان كيقول لهم بان الله ما كيلعبش بالنرد، دونك لو دي ما ديو نجو با او دي، يعني ما كاينش احتمال، ما يمكنش نهضروا على الفيزيك ونهضروا على الاحتمالات. دونك عليها اينشتاين مع ليكيب ديالو كان في واحد ليكول كتسمى لو ديتيرمينيزم الحتميه. يعني شنو معنى الحتميه؟ وهادشي اللي خصو يكون نورمالمون، الا كتعرف لي بوزيسيون انيسيال عندك واحد القذيفه، الا كنتي كتعرف الفا و في زيرو راه اوتوماتيكمون يمكن لك توقع تراجيكتوار فين طيح. الا عاودتي نفس ليكسبيريونس عاودتيها بنفس الفا وبنفس في زيرو غادي تلقى نفس الريزلت. دونك هذه كتسمى ديتيرمينيزم حتميه. باغ كونتخ في لا ميكانيك كوانتيك كتقول لك حباس ما كاينش حاجه سميتها حتميه، كاينين غير دي بروبابيليتي. اوكي، دونك نامبورت كيل غروندور بغيتي تحسبيها في لا ميكانيك كوانتيك كتستعملي لي بروبابيليتي. لي بروبابيليتي مين كتجيني؟ كتجيني من هاد لا فونكسيون دون. دونك هاد لا فونكسيون دون
شنو غادي تكون؟ غادي يكون فيها جميع المعلومات على الالكترون ديالي. اوكي، هاد لا فونكسيون دون دونك وصلنا لي نومبر كوانتيك. دونك هاد لا فونكسيون دون شي بعض المرات كنرمزها بسي ان ال ان، يعني كدي او اس بالنسبه للالكترون، يعني كديبوندي بثلاثه ديال الاعداد. دونك الاول هذا شنو؟ هذا جاني من الموديل ديال بور، موديل دو بور، هذا جاني من هذاك لي زوربيت، يعني كي كاركتيريزي لي زوربيت فين كاين الالكترون. يعني مثلا الا ديتي واحد الالكترون راه كينتمي لواحد الاوربيت. الا زوميتي على واحد الاوربيت، خديتي هذا الاوربيت مثلا وزوميتي عليها، اون فيت كتلقاها مكونه من دي سوكوش، فيها واحد لي سوكوش غير ما كيبانوش. هاد لي سوكوش اي سون كاركتيريزي بواحد لون واحد اخر اللي سميتو ال. دونك انا هكا باش كنعقل على هاد لي نومبر كوانتيك، اولا باش نفهم هاد لي نومبر كوانتيك، ايماجيني بحال الا عندك واحد الدار. دونك هكا كيتصرف الالكترون، اولا هكا كتشوف لا ميكانيك كوانتيك كيفاش كيتصرف الالكترون. دونك بحال الا عندك واحد الدار، عندي واحد الالكترون في شي ايطاج، دونك شاك ايطاج غادي نعطيه واحد السميه، يعني باش نعرف فين كاين الالكترون خصني اول حاجه نسمي لي ايطاج، مثلا البرومييي ايطاج، دوزيام ايطاج، تروازيام ايطاج، اكسيتيرا. فشاك ايطاج عندي ديور بيان سور، دونك هما هاد لي سوكوش اللي هضرت عليهم. دونك هاد الديور غادي نعطيهم واحد الترقيم بال، دونك كاين ال 0 ال 1 اكسيتيرا. دونك دابا نشوفو كيفاش كنقسمو. وشاك دار فيها غرف، دونك الالكترون كيمشي الغرفة، وهاد الغرفة باش نكاركتيريزها غنكاركتيريزها بواحد لو نونغ ام. دونك الى عرفت ال ان والام والال كنعرف الالكترون ديالي فين كاين في لاطوم. داكو، دونك الى خصني نعقل من هنا بان ان هذا كاركتيريزي لوربيت فين كاين. دونك ان هذا قلت لك جاني من هذيك ناقص او زيرو على ان او كاري، جاني من الموديل ديال بور. الموديل ديال بور هو اللي لقى لو نومبر كوانتيك، عليه كنسمي لو نومبر كوانتيك برانسيبال. ابري الا زوميت على هذيك الاخر كنلقى بحال عندي ديور، وفي وسط الدار عاوتاني كاينين دي شون. داكوغ، غادي معايا مازال غادي معايا؟ اوكي، كاين دي كيسيون؟ عندك شي كيسيون؟ هاد لابارتي الاخرى مازال اوكي. دونك قلت لك الالكترون في لاطوم كيتبلاصا، فهمتيني؟ عنده واحد لي زون ما يمكنلوش يكون في اي بلاصه، كيمشي بحال اللي قلتي كيما قلت واحد الكنايا، يعني كيتخبع في واحد البيت. الا بغيت انا نعرفو فين كاين، كيما قلت لك خصني اول حاجه نعرف لاكوش فين كاين، او لوربيت فين كاين. هاد لوربيت او لا ليطاج انا سميتو هنايا، ليطاج فين كاين كنعطيه واحد 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 العدد باش يكاركتيريزي باش نعرفو. مثلا فاش كتقول لي ان تيغرا 3 صافي غادي يمشي ليطاج الثالث ونقلب عليه تما. اوكي، دونك كما قلت لك في ليطاج يمكن يكون بزاف ديال الديور. دونك حيت شاك ايطاج ما كاينش غير الكترون واحد، راه كيهز بزاف ديال لي زيكترون، يقدر يهز جوج، يقدر دابا نشوفوا شحال لو نور ماكسيمال. دونك الا كان ايطاج مثلا فيه ثلاثه ديال لي زيكترون وانا كنقلب على واحد الالكترون اكس بيان بارتيكولي، دونك الا قلت لك غير ان تيغرا 3 ما يمكنلكش تعرف بالضبط فين كاين. دونك شنو خصك تزيد؟ خصك تزيد ان اوتر نومبر كوانتيك اللي غادي كاركتيريزي الدار فين كاين. بيان سور الدار يمكن يكون فيها حتى بزاف ديال الناس، بزاف ديال الالكترون، دونك مازال ما سبيسيفيتيش مزيان. دونك شنو خصني ندير؟ غادي ندخل نقلب في لي شومبر. دونك لي شومبر غادي نعبر عليهم اولا غادي نكاركتيريزيهم بواحد النوم كوانتيك اللي كيتسمى ام. داكو، و بيان سور اس غادي كاركتيريزي سبين، حيت كاينين الالكترون عنده واحد الكاركتيريستيك واحده اخرى اللي هي الدوران. دونك دوران روتاسيون، سواء غادي يكون دونك هذا غير كلاسيك، دونك سواء غادي يكون كيدور مثلا في هذا الاتجاه، دونك هذا غادي نسميه سبين اب، سواء غادي يكون مثلا كيدور في هذا الاتجاه، هذا غادي نسميه سبين داون. دونك هذا الا كان طالع للفوق اس كيكون كياخذ واحد العدد اللي هو واحد على جوج، والا كان كيدور مثلا في هذا الاتجاه هذا العكس عقارب الساعه كيكون ناقص ان دو. اوكي، دونك هاد ان كما قلت لك، دونك هاد ان هذا الا خديتي ان
Okay. Donc n, il y a quand n est égal à 1, la couche qu'on s'est mis à la couche k. Il y a quand n est égal à 2, la couche qu'on s'est mis à la couche l. N est égal à 3, on tira à dire n est égal à 3, la couche m. N est égal à 4, la couche nm, nlm, n. OK. Donc, à deux cas, à peine 1 smia, c'est-à-dire que si on est égal à 1, on a qu'une fois la couche l. N est égal à 2, l, 3, m, etc., etc. D'abord, on a un moment, n qu'on a un il appartient à n étoile. D'après le modèle de Bohr, soit qu'on a un, soit juste, soit là, etc. On a un talent. On est venu à l. L, mais on a la condition, donc, je ne sais pas si vous avez donc les calculs, quand démontrer que n, l, il est toujours entre 0 ou n moins 1. Ça veut dire, il y a qu'un n maintenant est égal à 2. Je ne sais pas les valeurs possibles de l. L, il va dire qu'on est entre 0 ou n moins 1, il va dire 0 ou 1. Il y a une seule valeur, il va dire juste de la valeur. Il va dire qu'on est 0, c'est un entier. Donc, il va dire qu'on est 0, soit 1. OK? Il y a quand bien sûr n est égal à 1. شنو غادي تجيني اجيني ال محصوره ما بين 0 و 0 صافي دير شنو هي لا فالور بوسيبل ديال ال هي 0 اوكي دونك هاد ال هذا كنسميه لا سوكوش ماشي لا كوش مي بحال اللي مخبيه فيه واحد لا سوكوش واحد اخرى اوكي دونك حتى هاد ال لي فالور ديال ال غادي يعطيهم سميه اوكي دونك الا كانت ال ايتيغال 0 هاد لا سوكوش دونك هنا غادي نسمي اون سوكوش ماشي كوش وقلنا هادو كيتسموا لي كوش دونك الا كانت ال تيغال على 0 هاد لا سوكوش كنسميها لوربيتال دونك غادي نسميها لوربيتال اس الا كانت ال تيغال على 1 هاد لا سوكوش غادي نسميها لوربيتال بي هادو غير سميات كنعطيهم باش نعرفو نصفو حيت من بعد غادي نحاول نقلب على لا كونفيغوراسيون ديال لاطوم اوكي يعني شاك الكترون كيتبلاصا في سوكوش الا كان ال تيغال على 2 عاتاني اس بي كاينه موراها دي وانا غادي ال تيغال 3 لا سوكوش اف اكسيتيرا اكسيتيرا هنايا الا سولتك هاد لي كوش حيت قلنا شاك كوش ما كتهزش غير الكترون واحد راه كتهز بزاف ديال الالكترون الا بغيت نعرف شحال كتهز من الكترون كنستعمل هاد لا فورمول هادي جوج ان اوكاي دونك هذا كيتسمى لو نومبر ماكسيمال ديال الالكترون مثلا سولتك لا كوش ان شحال كتهز من الكترون شنو دير ان ماكس دونك نكتب نفس الساعه تكون هي جوج في 4 وكاري اوكي سافو ديغ 32 الكترون لا كوش ال جوج دونك في 4 هي 8 ديال لي زيكترون ماكسيموم وهادي كتهز ليا غير جوج ديال لي زيكترون سي بون هنايا 18 الالكترون داكور دونك مثلا غير اكزومبل الا خديتي لا كوش ال راه كتهز 8 ديال لي زيكترون ياك هادوك سميت ديال الالكترون كيفاش غادي يتبلاصو عاوتاني في وسط لاكوش دونك خصني اوبليجي عليا نكري او لا غادي تبان ليا واحد لا نوصيون واحده اخرى اللي هي لا سوكوش دونك شاك كوش فيها بحال البصله دونك البصله راه فاش كتقشها كتلقى بزاف ديال لي سوكوش اوكي دونك شاك كوش غادي تستقبل ليا الكترون بعد غنشوفو شحال دونك دابا لي سوكوش مثلا اس كنعرف بان اس ميمكنش تهز ليا اكثر من جوج ديال لي الكترون هاد اس هادي كتهز ليا غير جوج ديال لي الكترون ماكسيمال تقدر تهز واحد ولا جوج بي الماكسيموم ديالها كتهز ليا جوج ديال ستة ديال ليزيليكترون اوكي بي 10 ديال ليزيليكترون اف 14 اكسيتيرا اكسيتيرا اها دونك دابا عرفنا لي فالور ديال ال ندوز دابا لي فالور ديال ام لو نومبر كوانتيك هذا كيتسمى مانيتيك عنده علاقه بالمانيتيزم لو نومبر كوانتيك مانيتيك دونك هذا كيكون توجور محصور ما بين ناقص ال والال دونك هذه هي لا فورمول ديالو سافو دي غير الا حسبتي دونك نورمالمون كيعطيك ان شحال كتساوي وكيقول لك جبد لي شنو هما لي سوكوش بوسيبل وشنو هما لي فالور ام بوسيبل دونك كنبدا من ان دونك غنديرو اكزومبل باش نفهمو هادشي دونك ايماجيني عندك ان ايتيغال ا 2 يعني شنو كنقصد ان ايتيغال ا 2 اين كوش لا كوش ال ياك نقلك شنو هما لي سوكوش اللي فيها شنو غادي نخرج خصني نحسب ال حيت ال هو اللي كيعطيني لي سوكوش قلنا ال كتكون محصوره ما بين 0 وال n-1
ça veut dire que L va être محصورة ما بين 0 و 1. Ça veut dire que L, soit va être كتساوي 0, soit va être كتساوي 1. قلنا فاش كتكون L est égal à 0, شنو سميت هاد الاوربيتال هاد لا سوكوش هادي ولا الاوربيتال؟ سميتها الاوربيتال S. وفاش كتكون L est égal à 1, شنو سميت هاد الاوربيتال؟ بلاتي. Donc هنايا M هاد لو كوانتي غادي نرمزلو دونك كنرمزلو اون فيت كنرمزلو بواحد لا كاز دونك كتسمى لا كاز كوانتيك دونك هذا غير هندسي او لا غير اكريتور غير بار اكريتور كنرمزلو بواحد اون كاز دونك بحال قلتي شومبر هذيك لا شومبر ما كتهزليش اكثر من جوج ديال لي زيكتون هذا هو الماكسيموم اللي يمكن لها تهز جوج ديال لي زيكتون وكاين واحد لا كونديسيون ما خصش يكون عندنا نفس السبين سواء غادي يكون واحد عنده سبين طالع واحد هابط اما بجوج بهم يكونوا باراليل ما يمكنش اوكي دونك قلنا ال تيغال 0 شنو كتعطيني كتعطيني لا سوكوش اس و ال تيغال 1 شنو كتعطيني كتعطيني لا سوكوش بي ياك هادشي اللي كتبت الفوق ها هما فاش كتكون ال تيغال 0 كتكون عندي لا سوكوش ال تيغال 1 كتعطيني لا سوكوش بي وشنو دابا الا بغيت نخرج لو نومبر كوانتيك ام شنو قلنا ام كيكون محصور ما بين ناقص ال و ال يعني في هذه الحاله الاولى دونك انا خصني ندرس الحالات في الحاله فاش كيكون ال تيغال 0 M كتكون محصورة بين ناقص 0 و 0 سافي ديغ كو M شحال كتساوي كتساوي 0 يعني عندها فالور وحدة فالور وحدة باش كيفاش كنروبريزونتيها ولا كيفاش غادي نروبريزونتيها غادي نروبريزونتيها بكاز كوانتيك بواحد لاكاز ندوز دابا ل بي لا سوكوش بي شنو قلنا M غيكون محصورة بين ياش ما بين ناقص 1 و 1 يعني سولتك شحال M شحال عندهم فالور سواء M غادي يكون ناقص 1 سواء غادي يكون 0 سواء غادي يكون 1 يعني شحال غادي يكون فيه مكاز كوانتيك يكون فيها ثلاثة ديال لي غاز كوانتي علاش حيت ام فيه ثلاثة ديال لي فالور دونك بي دونك عليها في بي فاش كنبغي نرمز بي كنرمزها بثلاثة ديال لي كاز وفاش كنبغي نرسم اس كنرمز لها بكاز كوانتيك وحدة اوكي وشنو قلنا ساك كاز كوانتيك يمكن لها تهز جوج ديال لي زيكتون عليها قلت لك هنا بان بي يمكن لها تهز اكثر من ستة حيت فيها ثلاثة ديال لي كاز كوانتيك قلنا شاك كاز كوانتيك كتهز ليا كتهز ليا جوج دونك التوتال غادي يكون ستة بالنسبة لاس كتهز ليا قلنا جوج دونك التوتال غادي يكون ستة دونك بإمكان التاني تحسبي ان تيكالا 3 تخرجي لي فالور بوسيبل ديال ال تعطيك واحد لوربيتال جديدة يعني بوغ ال تيكالا 2 غتكون هي دي هي دي هادي ودي غتلاحظي بأن كنرمز لها غادي يكون خمسة ديال لي فالور ديال ام دونك غادي نرمز لها بخمسة ديال لي كاز كوانتيك اسكو سي كلا هاد لابارتي هادي دونك ال كيتسمى لو نومبر كوانتيك سكوندير حيت برينسيبال هو ان ال غادي يكون سكوندير ولا كيتسمى ازيموتال والام هو لو نومبر كوانتيك مانيتيك والاس هو لو نومبر كوانتيك دو سبين بيان سور هاد لي زوربيتال راه سو سون دي ريجون في لاسباس يعني عندهم ان سيغتان جيومتري ولا الا سولتك شنو هي هاد اس دونك الا مشات تسولك شنو هي هاد اس كتقول له هي اون ريجون في لاسباس دو تيل مانيير لا بروبابيليتي باش نلقى ليكترون فيها كبيره بزاف يعني كاين احتمال كبير باش نلقاه في هاد لا ريجون دي سباس دونك هاد لي زوربيتال هادو كنرمز لهم بحال هكا مثلا بالنسبه لاس على سميتها اس حيت سفيريك مثلا كتكون دايره بحال هكا هنا كيكون عندك النوايو وهذه هي لوربيتال اس جيومتريكمون كتكون بحال سفير بحال هكا اوكي دونك هذه هي لوربيتال اس لوربيتال بي الا خديت مثلا نوايو هنايا لا جيومتري ديالها دايره بحال هكا شي حاجه بحال لانفيني في 3 ديمونسيون بيان سور ايماجيناسيون دونك هنايا في هاد لا ريجيون في ليسباس هادي كتسمى بي بيان سور عندها ثلاثه ديال ريبريزونطاسيون سوا غادي تكون بي اكس يعني سويفون لاكس اكس سوا بي ايكغيك سوا بي زيد و دي شويه معقده دونك دي ميمكنليش نرسمها حيت شويه معقده في الرسم ديالها جيومتريكمون شويه صعيبه داكور الا سولتك مثلا في هاد بي شنو هي لا بروبابيليتي باش نلقى الالكترون ديالي هنايا كيفاش غادي تكون واش تكون قريبه للزيرو قريبه لل يلا شنو تكون قلنا هاد اس و بي
transmission des orbitales, il y a la région, une région de l'espace, une région de l'espace, de telle manière, la probabilité de trouver un électron, enfin de la région, est très forte, à Oulakbira, est très, très forte. Il y a un électron qui est dans la région, il y a un petit peu de temps pour le faire. Mais dans une région, il y a une probabilité zéro. Alors, il y a un petit peu de temps pour la partie. Il y a un petit peu de temps pour la partie. Dans le S, S, il y a un électron dans la région. Il y a un petit peu de temps pour l'électron dans la région. Il y a une probabilité qui est dans la région. Mais il y a un petit peu de temps pour la sphère. هاد البلايص هذه اللي كتكون الاحتمال كيكون كبير بزاف يعني غادي لواحد هاد الاحتمال كيكون زيرو لواحد الا كان زيرو صافي ما كاينش واحد تبدا 100% راني لقيتو اوكي دابا بيان سور اللي كنهضروا على لي زاتوم بولي الكترونيك اللي فيهم بزاف ديال الالكترون حيت هضرنا على 6 ديال الالكترون 8 10 دونك خصني نعرف دابا نستف هاد لي زيلكترون هاد لي زوربيت هادو حيت قلنا اس كتهز ليا جوج ديال لي زيليكترون و بي كتهز ليا 6 دونك كيف شنو كنستعمل كنستعمل اون ريغل كتسمى لا ريغل ديال كليشكوفسكي دونك ريغل دونك كيعطيني مثلا واحد لاطوم كيقول لي جبد ليا لا كونفيغوراسيون الكترونيك سافيدير لي زيليكترون كيفاش مديستريبيين في هذيك لي كوش ولا في هذيك لي سو كوش اوكي دونك كنستعمل اون ريغل اللي هي ميمو تكنيك كنحط هنا لي كوش مثلا ا اس مسحت منها 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس يعني هنايا هنا شنو كان شنو هو هذا العدد اللي كيكون هنايا هذا هو لي فالور ديال ان مثلا كانت ان تيغال 1 ان تيغال 2 ان تيغال 3 4 5 ان تيغال 6 هنايا قلنا بوغ ان تيغال 1 ما كيكونش عندي لوربيتال بي كتكون عندي غير اس الى عقلتي بالنسبه لان تيغال 1 حسبنا واقيلا ان تيغال 1 اوكي ما درناهاش دونك مونطينا بان بوغ ان تيغال 1 دونك بوغ ان تيغال 2 الى خديتي ان تيغال 2 شنو كيتكون عندك كتكون عندك اون اوربيتال اس و اون اوربيتال بي جوج ديال لي زوربيتال داكوغ دونك هنايا بوغ ان تيغال 2 كتكون عندي 2s وهنا كندير 2p دونك من هنا كتبدا تبان 2p لا كوش 2p بالنسبه لان تيغال 3 بامكاني نبين بان كتكون عندي 3s و 3p وكتبان لي واحد لا كوش جديده اللي هي 3d وبالنسبه لان تيغال 4 دونك كتكون عندي 4s 4p 4d وكتبان لي اون كوش جديده اللي هي 4f وانا غادي اوكي دونك 4p 5p عاوتاني 5d 5F 5G دونك هنايا كل ما تقلت لاطوم كل ما غادي تبان لي هاد لي زوربيتال التانيين حيت هاد لي زوربيتال التانيين باش تعمرهم خص يكون عندك بزاف ديال الالكترون باش توصل للجي اوكي دونك شنو كندير انا كنشد كنبدا من هنا كنبدا من ان اس حيت كتبدا حيت قلنا لاطوم فاش كتبغي تعمر الالكترون ديالها كتبدا توجور من النيفو فوندامونتال يعني كتبدا من هنا حتى كيعمر هذا عاد كدوز للثاني لان تيغال 2 حتى كتعمر هذه عاد كدوز لان تيغال 3 اوكي دونك كنبدا بلا كوش هذه سميتها لا كوش كا هذه لا كوش ال هذه لا كوش ام قلنا بالنسبه لك شحال كتستحمل من الكترون كتستحمل غير جوج ديال الالكترون حيت فيها غير اس بالنسبه لا كوش ال قلت لك شنو كنستعمل كنستعمل غير لا فورمولا هذه 2 ان او كاري يعني جوج في 4 يعني شحال كتهز ليهم الكترون هذه لا كوش ال 8 يمكن لا تهز غير 8 ديال الالكترون فاش كان يعني كيكون عندي لاطوم فيها 10 فاش كنفوت 10 عاوتاني كندخل في لاكوش ام كنبدا نعمر هنايا اوكي دونك هنايا الا ريزونيت بلي كوش اما الا ريزونيت بلي سو كوش كنستعمل هاد لا ريغل هادي دونك كنبدا ب ان اس اون فوا كنعمر ان اس كندوز ل 2 اس اون فوا كنسالي 2 اس كندوز ل 2 بي ندوز ل 3 اس 3 بي 3 دي عاوتاني كنعاود زيرو هادي 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 عاوتاني كنعاود من لهنا ا زيرو هادي 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 دونك انا يمكن لي نسمعها اوكي دونك خصنا نديرو شي اكزومبل
اوكي دونك ناخذ ليكزامبل نفس ليكزامبل اللي درتو ديتي ان اي نيكل عنده 28 دونك هذا هو الزد دونك هذه يعني شحال فيه من الكترون فيه 28 الكترون دونك الا بغيت نديستريبي هاد 28 الكترون فهاد لي سوكوش هادو شنو قلنا غادي نستعمل هاد لا ريغل شنو قلنا كنبدا ب ان اس شنو كاين مور ان اس 2 اس الا احتمت هاد لي فلاش 2 بي فاش كنسالي مع هادي كندوز ل 3 اس 3 بي 3 دي غنوقف حد لهنا حيت 28 ديال الالكترون يقدروا يتسالاو دونك بلا ما نزيد نكمل شنو قلنا الاس الاولى شحال كتهز ليهم الكترون هما جوج الاس الثانيه فيها جوج البي كتهز ليها 6 وصلت ل 28 ولا مازال مازال دونك انا راني وصلت ل 10 الاس عاوتاني كتهز ليها جوج البي كتهز ليها 6 دي كتهز ليها قلنا 10 اوكي دونك وصلت ل 28 ولا مازال دونك نشوف 10 12 18 28 دونك هنا غادي نوقف بلا ما نزيد نكمل علاش حيت وصلتي لو نومبر ماكسيموم ديال الالكترون دونك هذه كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال النيكل يعني كتعطيني توزيع الالكتروني في لي كوش ديال النيكل ولا كوش التاليه هذه كنسميها اون كوش دو فالونس دونك لا كوش دو فالونس هنا راه ماشي 4 دي هنايا لا 3 دي 3 دي ياك ما حسبتش مزيان يعني عندي جوج جوج 4 و 6 10 و جوج 12 و 6 18 دونك جو بونس انتم اللي غلطتوا في التمرين حيت دار جوج 10 12 18 وي بلاتي هو هنا كاين واحد لا ريغل ما هضرناش عليها شفت في الكور ديالكم ما هضروش كاع على لي ريغل مي كاين هنا اون فيت اون ريغل طبقها البروف وما ما جو بونس با هضر لكم عليها ديما لا كوش 4 اس كتعمر قبل لا كوش 3 دي واخا هادي ان عندها صغير يعني ان هو الصغيره عاد موراها الكا مي كاينه اون ريغل جينيرال توجور لا كوش 4 اس كتعمر هي الاولى عاد كدوز ل 3 دي صافي ديال هنا فاش نوصل للتالي شنو قلنا عندي هنا عندي 3 دي ياك هنا الا كملت على حساب لاغيل ديال تليشكوفسكي وموراها كاين 4 اس ياك دونك هادوك فاش نوصل لهنا ما غاديش نمشي نعمر الدي غادي نعمرها بعد هاد 4 اس شحال غادي تبقى لي في الدي دابا غتبقى لي غير 8 ديال الزيليكتور وهادي هي لا كوش دو فالونس غادي تولي لي ما عرفتش فهمتي هاد لاغيل هادي كوش دونك هنا كاين ان غيزومون انرجيتيك حيت 4 اس عندها الانرجي ديالها اقل من 3 دي ديكو لي زيكترون فاش حيت قلنا لي زيكترون كيمشيو لينرجي لا بلو فابل لينرجي لا بلو اوت اوكي دونك هادي سوا غادي نكتبهم بحال هكا سوا يمكن ندير ديياغرام انرجيتيك باش نفهمو دونك ديياغرام انرجيتيك يعني مثلا شاك اوربيتال هنا عندها اون سيغتان انرجي مثلا ان اس عندها واحد الانرجي هي كاركتيريزي بواحد الانرجي نسميها ان اس الا دزتي ان ايكال 2 شنو قلنا شحال عندي مكوش عندي جوج ديال لي كوش قلنا عندي فاش كتكون ان ايكال 2 كتكون عندي 2 اس وهنايا 2 بي بالنسبه لان ايكال 3 شحال كتكون عندي مكوش كتكون عندي 3 اس 3 بي وكاينه 3 دي نكتبها 3 اس 3 بي 3 دي بالنسبه لان ايكال 4 شنو كيكون دونك هنا كتكون عندي واحد على هذه كتسمى اون اكسبسيون هي واحد الاكسبسيون ديال لا ريغل دونك فاش كنوصل لان تيكال 4 شنو كتكون عندي قلنا ال 4 اس ما كتكونش هنايا كتكون هنايا يعني الانرجي ديالها قل دونك نورمالمون هنا ما خصنيش نديرو في نفس النيفو دونك كنعتبر بان هنا راه 3 مثلا الانرجي ديال 3 زيت هي هادي الانرجي ديال 3 بي هي هادي والانرجي ديال 3 دي هي هادي يعني قرابين بزاف ماشي انتيكال مي قرابين اوكي بالنسبه للانتيكال 4 الانرجي ديالها ديال ان تيكال 4 شنو قلنا فيها فيها ال 4 اس دونك ال 4 اس كتكون هنايا هنا 3 دي نجيبها لهنا باش يبان بان 4 اس دونك نطلع نكبرها نجيبو هنايا 3 دي دونك ال 4 اس فين كتكون باغ اكزومبل هنايا دونك اذا سولتك شنو هي الانرجي اللي قليله راه ديال ال 4 اس عاد كاينه موراها 3 دي دونك لي زيكتون كنبدا نعمر من التحت دونك
دونك فاش كنبغي نعمر لي زيكتون اون فيت كنبدا من تحت هنا قلنا الاس كتهز ليا جوج ديال لي زيكتون الاس هنا كتهز ليا جوج ديال لي زيكتون بي شحال كتهز بي قلنا 6 ديال لي زيكتون دونك كنبقى غادي نحسب 6 1 2 3 4 5 6 دونك هنا بيان سور سبين خصني نحترم لا ريغل ديال السبين سيكون شي هابط شي طالع شي هابط شي طالع اوكي ندوز دابا شنو الانرجي اللي قليله اللي مور هادو باش كنعمر هادو كندوز للتروازيس فيها جوج ديال الالكترون تروا بيعات يعني فيها شحال من الكترون 6 فاش كنوصل لهنا ما كنلقاش تروا دي كنلقى 4 اس هي اللي انرجيتيكمون فافورابل يعني هي لا بلو ستابل اوكي يعني لي الالكترون كيفضلوا يمشيو لل 4 اس على يمشيو لل 3 دي عادي يمشيو لل 3 دي اوكي دونك هادي جوج اكسبسيون خصني نحفظها توجور ال 4 اس كتعمر قبل 3 دي سي بون دونك هنا ما عرفتش واش هضر لكم عليها حيت شفتو في الكور ما دوز دوز هذا طبق لا غير وما هضرش عليها في دونك انا كنشرح لك الكور كيفاش خصو يكون حيت بان لي داكشي اللي عطاكم ما عرفتش واش هو شرح لكم هادشي مزيان حيت بان لي البي دي اف مخربق بزاف هو شرح لكم داكشي بالديتاي اوكي ناخذ شي اتوم واحد اخر دونك ناخذ شي اتوم واحد اخر باش نتفاهم عادي شي اتوم تكون غير اوكي ناخذ زيد ايتيغال 23 ولا 30 نديرو زيد ايتيغال 30 يعني واحد الاطوم عنده 30 الكترون زيد زيد على 30 اللي هي الزنك اوكي دونك 30 ديال لي زيكتون شنو قلنا كنطبق لا ريغ ديال كلي شكوفت لي قلنا كنبدا ب 1 اس مور 1 اس كاين 2 اس 2 بي مور 2 اس 2 بي كاين 3 اس 3 بي وكاين 3 دي مي هنايا قلنا كنحترم لا ريغ كنبدا فاطمة نبدا بامكاني نكتب 3 دي ونكتب 4 اس مورا يعني نحترم لا ريغ ديال كلي شكوفت لي دونك لا ريغ ديال كليشكوفسكي كتقول لي 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 3 دي وموراها 4 اس 4 بي 4 دي 4 اس 4 بي 4 دي غنشوف دابا مزال نعمر شنو قلنا الاس شحال كتهز يلاه دابا انت لافس عليا الاس الاول شحال تهز من الكترون خصني حتى نوصل 30 الكترون عاد نوقف يلاه الاس شحال كتهز لي من الكترون كتهز لي 2 ها جوج الوالا ندوز دابا هادي كتسمى لا سوكوش دونك هادي هي لا سوكوش الاولى يعني كوريسبون ان تيغال 1 دونك هذا هو ان اللي كنحط الاول هو ان ندوز دابا للثانيه الثانيه قلنا اس كتهز جوج بي كتهز 6 دابا راه وصلت ل 10 ندوز دابا للطروا بوغ ان تيغال 3 هادي كتهز جوج هادي كتهز 6 دي كتهز 10 مي هنايا كنحضي كنشوف واش ديجا وصلت ل 30 ولا مازال دونك قلنا 10 12 18 28 مازال ما وصل 30 دونك هذوك جوج ديال الالكترون اللي باقيين غادي نحطهم هنايا وهذا غادي نحيهم دونك هنا ما وقع ليش مشكل علاش حيت بجوج بيهم عمروا حيت 3 دي عمرات و 4 اس عمرات المشكل هي فاش كتكون مثلا 29 كنعطيه هنا 29 دونك كنعطيه هنا 29 فاش نوصل لهنا ل 3 دي 4 اس باش غادي نبدا غادي نعطي جوج ديال الالكترون لهذا الاس وهذاك الشيء اللي بقى غادي نعطيه ل 3 دي اوكي دونك شحال بقى بقاو 9 ديال لي زيكترون غادي نعطيهم 3 دي عاوتاني هنا كاين واحد لوط غايغل دونك هنا كاين بزاف ديال لي غايغل ما بغيتش ندوخك بهم دونك فاش كتكون دي هذه حاله خاصه فاش كتكون دي باقي لا غير الكترون باش تعمر كتاخذوا في هذه الحاله من هذه كتاخذوا من هنا وكتعطي لهم يعني هنا تولي 3 دي هنا هذه كتسمى اون اكسبسيون ديال لا غايغ مي نتوما جو بونس با هضر لكم بزاف على هذا الشيء دونك كتعتبري بحال اللي عندك دونك دونك كتعتبري هنا الا خديتي 30 مثلا هنا عندي وشنو هي لاكوش دو فالونس لاكوش دو فالونس قلت لك هي لاكوش التاليه لاكوش التاليه وشي بعض المرات كناخد معها حتى لاكوش اللي قبل منها يعني 4 اس 3 بي على حساب اوكي دونك لاكوش دو فالونس هي لا ديرنيير كوش نون رومبلي او لا موتي رومبلي او اللي فيها ناقصه فيها شي حاجه او لا هي كي كوريسبون ا ان لو بلو غون مثلا الا خديتي دونك باش نحطوا الحالات كاملين الا خديتي مثلا زد
est égal à 23. Donc, je viens de dire, on peut prendre la règle 2s de t, 3s, 3p. Nous avons double 4s, on a besoin de 3d. باش هكا باش ما نتلفش في الغومبليساج نشوف واش وصلت للاخر 23 ملي مازال قلنا هنا عندي جوج جوج 6 هي 10 جوج 12 و 6 هي 18 جوج هنا هي 20 شحال تبقى من الالكترون يبقاو 3 ديال الالكترون دونك هنايا لا كوش دو فالونس شنو قلت لك لا كوش دو فالونس هي لا كوش كي كوريسبون ا ان لو بلو غون ان لو بلو غون هو هذا مي فاش كتكون عندك قدامه ان سوكوش او لا ان كوش اللي هي ما عمرهاش كامله حيت دي باش تعمر شحال خصها الالكترون باش ترومبليسا كامله خصها 10 ديال الالكترون وهي فيها غير جوج دونك اون فيت فاش كتكون هاد ليكسيبسيون هادي كنعتبر بهادي انها كامله هي لا كوش دو فالونس دونك هادي كامله كنسميها كوش دو فالونس بيان سور علاش كنهتمو بهاد لا كوش دو فالونس حيت هي هاد لا كوش هي اللي كتشوف العالم الخارجي دونك الشيمي كامله طالعه على لا كوش دو فالونس اما هاد لي زيليكترون هادو اللي كيكونوا لداخل كيتسموا لي زيليكترون دو كور ما كيلعبو حتى شي دور في الشيمي لي ليزون فين كيوقعوا ليا في لي زيليكترون التاليين كاع لي زيليكترون التال اللي كيكونوا في الاكستيريور دونك هادو هما اللي كيديروا لي ليزون كيديروا ليا كينتقلوا كتحيدهم اما لي زيليكترون دو كور ما كيحتاجوش دونك على هاد لا كوش دو فالونس هي الشيمي اوكي دابا مزيان ملي هضرنا على لي ليزون دونك دابا هضرنا على كل اتوم بوحديتها دونك دابا لا كيسيون اللي كاين طاح كيفاش كتوقع على لي ليزون ما بين جوج ديال لي زاتوم دونك هنايا بويسك نتوما ما هضرتوش عليهم بزاف دونك حتى انا غادي نهضر عليهم غير بشويه نهضر غير على لي تيب ديال لي ليزون لي ليزون اللي يمكن يكونوا كاين واحد 3 تيب ديال لي ليزون خصني نعرفهم كاين لي ليزون كوفالونت هاد كوفالونت فيها جوج الانواع دونك كوفالونت دونك هاد لي ليزون كوفالونت شنو كنقصد بها كنقصد بها واحد لاطوم دونك هاد لاطوم غادي نرمز لها ب ا عندها واحد الكترون سيليباتير تبدا كو ان الكترون سيليباتير يعني فاش كتعمر دونك هاد لا كوش دو فالونس بامكاني نمثلها بحال هكا بامكاني نمثلها كيما قلت لك سو فورم دو كاز كوانتي الاس شحال قلنا شحال فيها من الكترون شحال فيها من كاز كوانتي فيها كاز وحده ودي لعقلتي قلت لك فيها خمسه ديال لي كاز كوانتي علاش حيت فيها خمسه ديال لي فالور ديال ان دونك هادي هي 3 دي نورمالمون وهادي هي 4 اس اوكي دونك 4 اس شحال فيها جوج ديال لي زيليكترون كنرمز لهم بحال هكا ودي فيها 3 ديال لي زيليكترون دونك هنا كاين واحد لاغيل وحده اخرى فاش كنبغي نبلاصي هاد 3 ديال لي زيليكترون في هاد لي كاز كوانتيك ديما كنبدا هنايا كندوز للكاز الثانيه كندوز للكاز الثالثه حتى كنكملو مع كنرجع عاوتاني نبدا هنايا اوكي دونك فهاد الحاله عندي غير ثلاثه دونك كنرمزهم بحال هكا سي بون دونك هادو اللي بقاو بوحديتهم هنايا كيتسموا لي زيليكترون سيليباتير الا كانوا ثلاثه كنرمزها بثلاثه بحال هادو يعني لاطوم غادي دير لي ثلاثه ديال لي ليزون الا كان عندها غير الكترون واحد يعني لاطوم غادي دير لي ليزون وحده اوكي دونك ايماجيني واحد لاطوم ا عندها غير الكترون سيليباتير في التالي عندها الكترون واحد واحد لاطوم بي وحده اخرى عندها حتى هي الكترون واحد دونك شنو غادي يوقع غادي يتشاركوا في واحد الالكترون دونك شنو هي لي ليزون كوفالونت هي تو سامبلومون لا ميزون كومون دو دو زيليكترون وكي بارطاجيوهم بنفس الدوغري اوكي دونك علاش هضرت نفس الدوغري حيت كاين واحد لا نوصيون واحد اخر اللي كتسمى الالكترونيغاتيفيتي سافي دير كوا هاد لاطوم ا اي بلو زيليكترونيغاتيف كو بي سافي دير هاد الالكترون هذا ديال بي واخا ديال بي غادي تجرو لعندها غادي يقرب ليها بزاف دونك فهاد الحاله كنقول بان لاطوم ا اي بلو زيليكترونيغاتيف وهذا ليزوم غاديش تسمى كوفالون غادي تسمى ايونيك اما فاش كيكون ا مثلا ايماجين عندك شنو هي الحاله اللي بامكانهم يتشاركوا الكترون وي يعني يتقاسموا بنفس الدرجه الحاله البديهيه هي تكون عندك اتوم ا مع اختها نيت مع ا واحده اخرى فهاد الحاله غادي يكون عندهم نفس الالكترون نيجاتيفيتي اذا غادي يشاركوا في هذوك الجوج ديال الالكترونات بنفس الدرجه دونك فهاد الحاله كنهضر على ليزون كوفالون يعني بحال لي غاز غار مثلا H2 ولا هيليوم 2 دونك اش هاد جوج ديال لي اش باش ملاصقين الا قلت لك شنو هي التيب ديال ليزون تقول لي تيتي ليزون كوفالون علاش حيت عندك نفس لاطوم اوكي دونك فوقاش كنهضر على ليزون كوفالون غادي خصني ناخذها هي فاش كيكون عندك اون ليزون ما بين جوج ديال لي زاتوم عندهم نفس سوا نفس لاطوم او لا عندهم شنو قلنا نسات لي او لا عندهم اون الكترون نيجاتيفيتي متشابهين او لا قرابين سي بون فهاد الحاله كتعطيني ليزون كوفالونت
بيان سيغ الا كانت عندك الكترونيكاتيفيتي كبيره بزاف، يعني كاين واحد الفرق كبير ديال الكترونيكاتيفيتي، هذه الحاله كنهضر على ليزون مالها يونيك. مثلا كيكون عندك ان اس ال، ان اس ال راه سي ليزون يونيك. علاش؟ حيت الاس ال راه كيجبد لك الالكترون كامل، حيت هو بليز الكترونيكاتيف. شنو معنى الكترونيكاتيفيتي؟ هي تو سامبلومون القدره باش تزرع عندك الالكترون. هذه هي الديفينيسيون ديال الالكترون. الكلور كنعرفوا الا حطيتو قدامه الكترون غادي يجبدو لعندو. اوكي، ولا سولتك شنو هي ليزون لا بلي فورت؟ مثلا خديتي هذا اللوكا، هذا خديتي مثلا اللوكا ديال 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 ان ا مع السي ال، ان ا مع السي ال، شنو قلنا؟ هذا الالكترون ديال هذا غادي يقرب لقدام السي ال. شكون هي اللي ساهله نكسيها نقطعها؟ واش الكوفالنت ولا الايونيك؟ وديما نفكر في ان اس ال، ان اس ال هو الملحه. الملحه ان فوا كديرها في الماء كتقطع بوحديتها، يعني كتتفرق الان او السائل بلا ما احتاجتي لا لا شالور لا لا تجهل. يعني هاد لا ليزون هاد ساهله مكسيها، باغ كونطخ هادي راه صعيب باش تكسيها. علاش؟ حيت كيتقاسموا الالكترون بنفس الدرجه، ماشي بحال هادي. هادي راه هاد السائل راه جار بزاف لي الكترون عنده، يعني ساهل تعطي غير واحد غير واحد ليكسيتاسيون، غير واحد شويه ديال الطومبيراتور، غير الماء غير ما بوحديتو راه غادي يكسي هاد لا ليزون. اوكي، ولا ليزون الثالثه هي لا ليزون ميتاليك. دونك مي ليزون ميتاليك سي فدير ليزون ا ميتال حديد ولا شي حاجه. دونك الكاركتيرستيك ديال ليزون ميتاليك بان كيكون عندك دي زيلكترون ليبر. شنو هو ان ميتال؟ هو واحد الحاجه اللي فيه لي زيلكترون كيتساروا كيما بغاو. اوكي، يعني شاك الكترون راه ما كينتميش للاتوم، كينتمي لونسوم ديال لي زاتوم كاملين، حيت ماشي ديال حيت ليبر كيتحرك فيما بغا، يعني ما كينتميش لاتوم معينه، كينتمي للكريستال كامل. سي بون، مفهوم هادشي اللي قلت؟ داكور. دونك بيان سور تقدروا تعاودوا هادشي. ندوز دابا لي زيتا د ماتيير، لي زيتا د ماتيير اللي كاينين. دونك دابا عرفت، دونك نورمالمون هذا راه ان موديول كامل سميتو ليزون، ليزون شيميك، يعني حنا عطينا غير من الفوق شنو شنو كاين. لي زيتا د ماتيير نعرفو الفرق بيناتهم. دونك لي زيتا د ماتيير اللي كاينين كنعرف بان سوا غادي تكون سوليد. سوليد شنو اللي كيكاركتيريزيها؟ كيكون بان لي زاتوم كيكونوا، دونك هذه سيت ميتال اللي هي اوردوني، يعني لي زاتوم كيكونوا ستين شي شويه ايتا اوردوني. اوكي، ولا هضرتك على لي زانتيراكسيون كتكون عندي اون فورت انتيراكسيون، يعني باش يكونوا اوردوني خص كل موليكول جبد اللي قدامها جبدها عندها بزاف. دونك كتكون عندي اون فورت، دونك هادو هما لي كاركتيريستيك ديالها، فورت انتيراكسيون. اوكي، بالنسبه للطا الثانيه اللي هي لي ليكيد، دونك ليكيد كيكون ان ايطا اللي هي ديزوردوني، يعني لي زاتوم كيتحركوا كيما بغاو ما راسينش بلاصتهم، دونك سي ان ايطا اللي هي ديزوردوني. دونك لا ليزون غادي تكون فابل شويه تري فابل. وكاين ليطا الثالثه اللي هي الغاز. دونك بالنسبه للغاز تاعي سي ان ايطا اللي هي توتالمون ديزوردوني. دونك الغاز كتعرف بان ما كايناش شي ليزون كتجمعهم، دونك لا ليزون كتكون تري فيبل. بالنسبه لليكيد شويه لي زاتوم، يعني بالنسبه للسوليد كيكون شي قدام شي مست، يعني بيناتهم واحد واحد لا ليزون. يعني فاش كتبغي تهرس شي حديده راه صعيب تهرس الحديده، ولكن الماء راه ساهل تقسمو على جوج، الغاز خلاص. اوكي، دونك حنا شنو غادي نهتمو في هاد لابارتي هذا؟ غادي نهتمو بالسوليد، وماشي نامبورت كيل سوليد، حيت لي سوليد تما فيهم بزاف الانواع. غادي نهتمو بلي كريستو. هاد لي كريستو راه سي تان نيتا اللي هي بيورمون اوردوني، يعني مستفين بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. اوكي، دونك كاين دو تيب ديال لي سوليد، كاين لي سوليد اللي كنسميهم امورف، وكاين لي كريستو. لي سوليد امورف بحال شي عجينه، دونك عجينه راه سوليد امورف، دونك
بامكانك تبركي عليها تعوج كما بغات، ولكن كريستال زجاج ولا شي كريستال واحد اخر دونك راه صعيب تموديفيه. علاش؟ حيت كيكون لي زاتوم مستفين ولي ليزون كيكونوا تري تري فورت. اوكي دونك ان دوزو الكريستال، دونك كريستالوغرافي دونك نشوف شي كور واحد اخر نسدو ما درتش حاجه بزاف على الكريستال. نديرو شي بوز ديال 10 مينوت على ما نرجع. دونك شربي غير الماء ونتلاقاو واحد 10 مينوت.
اوكي نكملوا ركنا. اوكي دونك وصلنا لكريستو. دونك لكريستو كما قلت لك هي واحد الحاجه اللي اوردوني بيان اوردوني في سباس، يعني لي زاتوم كيكونوا مستفين في واحد القناه اللي هما بيان ديفيني ما يمكنلهمش يبوجيو. عندوزو الان ديمونسيون نفهمو ان ديمونسيون ابري عندوزو لو ديمونسيون. اوكي دونك ايماجيني عندك ان ريزو. دونك من هنا غادي نشوفو بزاف ديال المصطلحات. دونك هاد لي بوين هادو هما في كاينين لي زاتوم دونك ا دو ديمونسيون مثلا كيكون بحال هكا، يعني مستفين مزيان لي زاتوم. اوكي دونك هذا سي ان ريزو ا دو ديمونسيون. اوكي دونك اول حاجه كنديفيني ان روبير دونك اولا الموتيف. دونك نبدا بالموتيف. دونك شنو كنقصد بالموتيف؟ هو سواء قد يكونوا دي زاتوم دي موليكول، المهم شي حاجه اللي كتعاود. اوكي دونك ايماجيني مثلا عندك واحد لا موليكول، واحد لا موليكول كتعاود هنا وكاينه هنايا نفس لا موليكول كاينه هنا. دونك هذا سي تان ريزو حتى هو كريستالان. وشنو هي الحاجه اللي كتعاود؟ هي لا موليكول. اوكي دونك سواء يقدر يكون دي زاتوم، اتوم وحده، جوج ديال لي زاتوم، اون موليكول، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شي حاجه اللي كتعاود بزاف. بيان سور هاد الحاجه خصها تعاود في دي زوندروا ديال سبيسيفيك، يعني ماشي لامبورت كوم باش تكون كريستال بيان سور. اوكي دونك دابا شنو حنا غنشدو هاد لا موليكول او هاد الحاجه اللي كتعاود غنريبريزونتيها باغ دي نو بواحد النقيطات. مثلا هاد لا موليكول هادي غنرمز لها بواحد النقيطه، غير نقيطه وحيده، غادي نحتاج شويه الماط. دونك هاد لو ريزو هادشي اللي كيتعاود غنريبريزونتيه بان ريزو ماتيماتيك كونستيتوي دو بوان، وهاد لي بوان غنسميهم دي نو. دونك هنايا فهاد الحاله ما غاديش يتسمى ان موتيف، مي غادي يتسمى واحد لي نو. اوكي بيان سور هاد لا ديستونس هادي كتعاود تاني بزاف المرات، هاد لا ديستونس هادي وهادي. يعني الا بغيت مثلا نلقى هاد النو هادي، الا بغيت نلقى هاد النو شنو خصني ندير؟ خصني ندوز نمشي جوج مرات سويفون هاد الفيكتور هادي. دونك هنا هاد الفيكتور توجور كنسميوها هي الفيكتور بي، وهادي كنسميها الفيكتور ا. الا بغيتي مثلا تلقى هاد البوان هادي شنو خصك دير؟ خصك تمشي بجوج ا وتطلع بجوج ا. اوكي دونك هنايا بامكاني هاد لي نو ناسوسي ليهم واحد جوج ديال الاعداد. دونك مثلا هاد النو هادي غنسميها هي جوج جوج، هادي هي واحد واحد اكسيتيرا. سي بون دونك نو شنو هي ليكيفالون ديال نو؟ هي قلت لك هي الموتيف، يعني شاك بوان. دونك هنا تقدر تكون ديرو غير جوج ديال لي زاتوم، دونك جوج ديال لي زاتوم كيتعاودو، جوج ديال لي زاتوم كيتعاودو هنايا، جوج ديال لي زاتوم. يعني شاك بوان هنايا شاك نو كيسك ريبريزونت؟ إل ريبريزونت دو زاتوم. غير هنايا كيما قلت لك انا كنقلب على واحد ليسباس ماتيماتيك فين ندير الخدمه ديالي. اوكي دونك هاد او بي غادي نسميهم لي فيكتور. دونك هما بحال اللي قلتي بحال عندي واحد لا باز، دونك كيتسموا لي فيكتور دو ترانسلاسيون. دونك كنسميهم فيكتور دو ترانسلاسيون فوندامونتو. سي بون دونك نامبورت كيل بوان نامبورت كيل نو بامكاني نكتبها بدلالات هاد ا وهاد بي هادي كيما بغات تكون. يعني الا بغيت مثلا هاد الفيكتور هادي، دونك الا بغيت هاد الفيكتور مثلا ار نسمي هادي من هنا حتى لهنا واحد الفيكتور ار. الا قلت لك هاد ار شحال كتساوي، دونك شنو غادي دير؟ قلنا غادي تمشي بجوج ا وغادي تطلع بواحد جوج ثلاثه بي. هنا بيان سور راني خدام غير في دو ديمونسيون باش نسهل trois dimensions avec ça, c'est jouer de l'imagination. Donc n'importe quel vecteur, n'importe quel nœud, bikanix balatchkel n a zaï m m b avec n ou m, mais l'ensemble sont des entiers.
يعني أعداد حقيقية طبيعية. سي بون؟ دونك هاد لونسومبل ديال النيل لي نو، يعني هاد لي نو كاملين، دونك لونسومبل، دونك انا غادي نعطيك الديفينيسيون كاملين. لونسومبل دي نو يعني لي نو كاملين اللي كاينين، شنو غادي نسميو؟ غنسميو ان ريزو. داكور، هنا بيان سور بما انني خدام في الريزو ديال الكريستال، يعني هنايا هذا كيتسمى لو ريزو ديريكت نورمال. OK donc on met le réseau direct. Après tu vas me rajouter le réseau réciproque. Donc on va mettre le réseau direct. OK. Gna بالنسبه le nœud. Je dis en fait ra. Donc elle est donc il y a en fait elle représente le motif. Le motif gna يقدر يكون un atome, atome واحد ou là un ensemble d'atomes, اللي هي une molécule. مو بشي حاجه كتعاود. ولا جمعتي يعني عوضتي شاك نو هنايا، دونك هاد نو شاك نو هنا عوضتيها بالموتيف ديالها. شنو قلنا الموتيف هنا؟ الموتيف هو هادوك جوج ديال لي زاتوم. دونك هاد النقطه نعوضها بجوج ديال لي زاتوم، بجوج ديال لي زاتوم. دونك شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني لو ريزو كريستالان. اوكي دونك هذا كيتسمى لو ريزو، كيتسمى لو ريزو برافي، ما نسميه لو ريزو برافي. مي لاش ديتي شاك نوع عوضتيها بلي زاتوم، يعني بشي حاجه اللي هي غيال، غتلقى كريستال ديالك. دونك كيتسمى لو ريزو كريستال. اوكي وشنو هو ان كريستال؟ دونك الا بغيت نعطي ديفينيسيون ديال كريستال بما انني عرفت هادشي كامل، دونك ان كريستال هو تو سامبلومون ان اسامبلاج. دونك ان اسامبلاج شي حاجه بيريوديك، شي حاجه اللي كتعاود دي مانيير بيريوديك دو بارتيكول، دو بارتيكول كيما تقدر تكون دي زاتوم دي زيون اكسيتيرا. اتوم ايون او موليكول، حتى موليكول بامكان تكون حيت عندي ديك كريستو موليكولير موليكول. اوكي ارونجي، كيفاش مارونجين؟ ارونجي on a un réseau arrangé fois le réseau, ok, bien défini, ok. Donc à trois dimensions, on a un A ou B, on a un P, P fois C, ok. Il y a n'importe quel nœud, chnou, je vais imaginer dans le cas, il a arrêté la série de l'adresse le n, arrêté le n, le n ديالها ou le m ديالها ou le p ديالها, بإمكانك تلقاها. اوكي دونك شي بعض المرات كيكتبوا ان ريزو، الى ديتي هذا الريزو اللي هضرنا عليه اللي هو هذا الريزو، راه شي حاجه اللي هي بيغمون ماتيماتيك، زدتي عليها لو موتيف شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك الكريستال ديالك. اوكي حنا ليتود ديالنا كامله غادي نديرها في الريزو. اوكي الريزو هو اللي كيهمني بزاف. غنديفيني دابا لا مايل كريستالين. دونك شنو كنقصد اون مايل؟ une maille cristalline. Donc on a regardé une image. OK. Maintenant, on a regardé cette image. Il est clair qu'il y a une surface. Donc, en deux dimensions, on a la surface. En trois dimensions, on a le volume. Il est clair qu'il y a une surface qui est réelle. Il 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 y a une surface qui est réelle. Donc, يمكنك تقول لي مثلا الا خديتي هذا، هذا الا درتي له ترانسلاسيون غادي تلقى هذا الشيء، هذا درتي له زدتي دونك غير ابارتير من هذه بامكاني نلقى الريزو ديالي كامل، نبالاي الريزو ديالي كامل. بيان سور بامكاني ناخذ ام 2 حتى ام 2 بامكانك تلقى الريزو ديالك كامل الا درتي ترانسلاسيون لهذا ام 2 هكا. اوكي دونك الفوق عاوتاني هذه اكسيتا اكسيتا. دونك حتى ام 2 كتسمى اون مايل. دونك اون مايل هي تو سامبلومون واحد لا سيرفاس اللي كتعاود دون مانيير بيريوديك، يعني ابارتير من هذيك ليسباس. دونك بحال اللي كتبني، كتبني واحد الدار كدير ليها جوره من فوق يا جوره. اوكي دونك غير جوره وحده بامكانك تبني بها دار كامله. دونك الا عرفتي غير مايل وحده بامكانك تعرف الكريستال ديالك كامل. سي بون
Donc, une moyenne, il y a tout simplement, donc l'électif de D, il y a et le parallélogramme, donc une électif de D, et le parallélogramme, OK, construit sur quatre nœuds, quand identifié à partir de quatre nœuds, construit sur quatre nœuds, et à chaque point, il représente un nœud. Donc, la maille, c'est qu'il y a des nœuds, je définis une maille. OK? La longueur d'IL, bien sûr, il peut identifier la longueur d'IL ou le vecteur d'IL, la largeur d'IL. Donc, elle a le choix. Donc, la maille, elle n'a qu'à choisir. Bien sûr, il y a des critères, il y a plusieurs types d'IL mailles. OK? Ou il y a des critères qui ont fait la maille. Donc, les critères qui ont fait la maille, c'est la maille, il y a une symétrie. C'est un carré, même si c'est un là. أول حاجة خصها تكون عندها لو نومبر مينيموم ديال لي زاتوم يعني كتحصل ليها لو نومبر مينيموم ديال لي زاتوم ثاني حاجة تكون عندها اون سيميتري بلي فورت مثلا قلت لك شنو لي بلي سيميتريك واش الكاري ولا هاد الباراليبام ولا هاد المعين هذا بلوزونج كنعرف بأن الكاري هو اللي عنده اون سيميتري اللي هي زوينة اوكي دونك غادي نخدم في ام عام اوكي Bien sûr, en trois dimensions, la maille va être un parallépipède, yani واحد le volume. Li ghadi ykoun fih fi awtar 4 dial li nœud ghadi ykoun fi hadh lhalat 8 dial li nœud. OK, d'accord. Donc on joue. OK, donc kayen juge dial li tip dial li maille. كاينه واحد لا مايل كتسمى لا مايل سامبل دونك لا مايل سامبل هي تو سامبلومون اللي فيها لو موتيف غير في لي سومي اولا لي نو عندها غير في لي سومي شنو هما لي سومي مثلا ديال هذا الكاري هما هادو دونك هنا شنو كنلاحظ هذا لو كاري هذا فيه واحد لو موتيف اولا فيه واحد نو في كاين لي في لي سومي دونك هاد ام ام بامكان يقول بان سي اون مايل اللي هي سامبل ندوز لهذا ام 3 هذا ام 2 بعدا ام 2 واش هي فيها لي نو غير في سومي ولا فيهاش هاد ام 2 هاد لا سيرفاس هادي فين عندي لي نو عندي غير في سومي دونك هاد ام 2 كنسميها اون ماي اللي هي سامبل اما اللي دزت الام 3 ام 3 فين عندي لي زاتوم ولا فين عندي الموتيف ولا فين عندي لي نو عندي هنايا وهنايا وعندي حتى في الوسط دونك هادي سي اون ماي اللي هي ملتيبل داكور Donc, maille simple, ça veut dire, Andy, donc, possède un motif sur le sommet. Ou multiple. Donc, avec un cas des nœuds supplémentaires. Donc, possède des nœuds. Supplémentaire, il y a des icônes au centre, je vois trois dimensions, il y a des icônes sur les faces, etc. etc. Deux dimensions, il y a des icônes au centre, il y a des icônes sur les côtés. Mais c'est un M4, je suis en train de dire, 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 donc c'est une main qui est multiple. Ok, donc on va essayer de le toujours la main la plus simple. دونك هذا هو الكريتير مثلا الا عطاوني هاد الاربعه ديال لي مايل وقال لي اختار لي لا مايل باش نخدم حيت هاد لا مايل هادي الا عرفت لا مايل كما قلت لك راه كنعرف الريزو ديالي كامل حيت هي لا بلي بوتيت شوز اللي كتعاود اوكي دونك الا قال لي اختار هنا شنو هي لا مايل باش تخدم مثلا الريزو ديال شنو نختار له نختار له لا مايل لا بلي سامبل عندي ام 1 وام 2 دونك خصني نختار ما بين هاد جوج دونك الا طحت في هاد لو شوا هذا شنو غادي نختار غادي نختار لا بلي سيميتريك كنرى بان الكاري هو اللي بلو سيميتريك على هاد لوزونج اوكي لوزونج شويه معوج دونك انا نقلب على شي حاجه اللي هي سهله اللي هي سيميتريك اللي هي كاري دونك ام 1 هي غادي تكون لا مايل ديالي باش نخدم في الريزون اوكي دونك ندير واحد لو كا لو بلو سامبل في 3 ديمونسيون اللي هي باش يكون عندك كوبيك Donc, le cas diacubique,
دونك لي زاتوم ديالي دونك هنا هاد نسيت ما هضرش دونك لي ريزو دونك هاد لي ريزو في 3 ديمونسيون كنقول بان عندي 7 سيستيم كريستال عندي 7 ديال لي سيستيم كريستال يمكن شي يكونوا كثار وكنقول بان عندي 14 ريزو دو برافاي اوكي دونك 7 ديال لي سيستيم كريستال ما عرفتش واش درت شي ايماج فيها لي سيستيم كريستال اوكي ها هو دونك 3 ديمونسيون كيكون عندي 7 ديال لي سيستيم سواء غادي تكون عندي كوبيك سواء كوادراتيك سواء اورتوغومبيك سواء مونوكلينيك تريكلينيك دونك هادو كيتسموا لي سيستيم كريستال شنو هو ان ريزو برافي مثلا الا خديتي الكوبيك لي زاتوم اولا لي نو بامكانهم يتبلاصوا هنا في لي سومي دونك كيما بحال هذا الشكل هذا اللي عندي هنا بامكان يكونوا في لي سومي ويكون عندك في الوسط دونك هادو دونك هذا كيتسمى لو سيستيم كريستال هو الكوبيك ابري فيه بحال اللي قلتي واحد التفرعات يعني فيه ثلاثه ديال لي ريزو بامكان يخرج منه ثلاثه ديال لي ريزو سواء لاطوم تكون عندك في الوسط سواء لاطوم تكون عندك في لي فاس لي سوندر ديال لي فاس جوج سواء لي زاتوم يكون عندك في لي فاس كاملين اوكي دونك هاد لو مود هذا فاش يكون سونتر عندك اتوم سونتر كنسميه اي هذا كنسميه سي وهذا كنسميه اف يعني عندك لي زاتوم في لي فاس حتى في لي فاس عندك في لي زاري في الرؤوس ديال الكوب ديالك وعندك حتى في لي فاس ديالك في لو سونتر ديال لي فاس اوكي دونك شاك سيستيم كريستال هنا كيتفرع مثلا الكيبي كيتفرع لثلاثه خصو الاي والسي سونتري و والاف اوكي دونك الا جمعتي يعني خديتي سبعه ديال لي سيستيم كريستال واعتبرتي حتى التفرعات ديالهم غادي تلقى شحال من ريزو غتلقى 14 ريزو ديال برافي دونك هنا خصني نعقل عليهم ها انت باش نحفظهم بحال هكا دونك حاول تشوفي شي ميثود باش تحفظهم مثلا الكوبيك شنو كتكون عندي دونك في 3 ديمونسيون كنكاركتيريزي بستة ديال الحويجات عندي الا والبي والسي ا خلاص هي لا ديستونس ما بين هنا وهنا يعني هما في هذه الحاله ا كتساوي بي كتساوي سي حيت كوبيك وعندي لي زونغل اوكي دونك بالنسبه للكوبيك شنو كتكون عندي كتكون عندي ا كتساوي هذا هو لو بلو سيميتريك يعني كيكون متساويين والفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي 90 دابا شنو غندير كوادراتيك غادي نخلي لي زونغل مي هنايا غادي نبدل ا ديفيرون دو بي مثلا اولا ا كتساوي بي ديفيرون دو سي دونك بحال شديتي هذاك الكوبيك وجبدتيه من الفوق يعني السيت كبرتيها شنو غادي يعطيك غادي يعطيك كوادراتيك دونك الا خديتي ا ايتيغال ا بي وليني ديفيرون دو سي ولي زونغل خليتيهم هما هادوك ايتيغال غاما ايتيغال 90 دونك شنو كيعطيني هذا كيعطيني كوادراتيك دونك هذا كوبيك هذا كوادراتيك شنو ندير دابا دابا بدلت دابا شنو نبدل ا و بي و سي يعني ندير ا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي ونخلي لي زونغل هما هادو الفا بيتا غاما شنو غادي يعطيني غادي يعطيني اورتوغومبيك هذا يعني تيغال بي سيغ دو بيان سيغ اوكي دونك هذا كيتسمى اورتو اومبيك اورتو علاش حيت لي زونغل باقيين كيساوي 90 دابا الا موديفيتي هادشي كامل اولا دونك مازال دابا دونك ندوز للمونوكلينيك خصني نعقل عليهم بالترتيب باش نعقل على هاد لي بارامتر هادو بالنسبه للمونوكلينيك قلنا ا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي ودابا غادي ناخذ غير جوج ديال لي زونغل متساويين مثلا الفا ايتيغال بيتا ديفيرون دو غاما دونك هنايا غادي تسمى مونوكلينيك تري كلينيك عاوتاني غادي ندير هنايا ديفيرون رومبويدريك يعني حتى شي حاجه لي زونغل متساويين ولكن لي زونغل ديفيرون دو بي سيغ دو اوكي خلاص كاين ليكزاغونال هو التالي دونك هادو بامكان نعقل عليهم كما قلت لك ناخذ غير لا ديمارش هادي مثلا فين كنعطيهم متساويين كاملين كوادراتيك كنحي ندير هنا ديفيرون فاش كندوز الاورتوغومبيك كندير هنايا ديفيرون فاش كندوز المونوكلينيك كندير هادي ديفيرون وحتى اونغل وحده ديفيرون سي بون دونك هكا حاولوا شي تشوفوا شي ميثود باش تعقل عليهم مي اون جينيرال خصني نعقل بان كاين سبعه ديال لي سيستيم كريستال وهاد الكوبيك قلنا الا قلت لك شحال مريزون بامكان نخرج منه بامكان نخرج منه ثلاثه هادشي اللي قلنا الفوق ياك هذا بامكان نخرج يعني فيه ثلاثه ديال لي مود سواء لاطوم تكون غير هنايا في لي زاري دونك هما ثلاثه هنايا
هذا تا هو يمكن نخرج منه جوج جو بونس، فاش تجمع عاوتاني كلشي هاد التفرعات هادو شحال غتلقى من ريزو؟ غتلقى 14 ريزو. سي بون؟ اوكي دونك ها واحد الصويرة جمعهم كاملين لي ريزو دبغاري، دونك هادو دونك هادو إلا حسبتي هاد لي ريزو كاملين مثلا الكيبيك كيكون فيه ثلاثة سواء غادي يكون لي زاتوم في لي نو هنا كنهضر على لي نو ماشي لي زاتوم حيت كنهضر على الريزو ريزو حيت شي حاجة ماتيماتيك سواء غادي تكون عندك في الوسط سواء غادي يكون عندك في لي فاس دونك فيه ثلاثة ديال لي مود كوادراتيك بيمكن نخرج منه غير جوج الاخرين امبوسيبل يكونوا اورتومبيك تا هو فيه ثلاثة هكزاغونال فيه غير واحد مونوكلينيك فيه جوج رومبويديك فيه جوج دونك الا جمعت هادشي كامل تلقى 14 ريزو دو بغا هنا 14 ريزو دو بغا سي بون هسي كلير نتبع معايا غادي مزيان فهمتي كلش كاين دي كيسيون الا ما عندكش الا عندك شي كيسيون قول ليها ما فهمتيش حاجه ما بانتلكش واضحه غير قول ليها ما فهمتيش مشكل اصلا هذا هو لو ديال سيونس انديفيديو اوكي دونك هادشي مفهوم من بعد هادشي اللي كنقول ما كنزر ما والو دونك كيما قلت الكريستال اون فيت شنو الا بغيت نعطي اون ديفينيسيون ديال الكريستال هو واحد لامايل واحد الحاجه صغيره كتعاود بزاف ديال المرات دونك الا عرفت هذيك الحاجه الصغيره درستها مزيان بامكاني نلقى لي بروبريتي ديال الكريستال كامل تو سامبلوم دابا رجع لدو ديمونسيون دو ديمونسيون هضرنا على لي نو ياك قلنا شاك نو بامكاني نعطي ثلاثه ديال الاعداد نلقى دونك بيان سور كنت كنفهم دو ديمونسيون عاد كندوز لتروا ديمونسيون اوكي دابا بغيت نعرف اون دروات اون دروات حيت من بعد غادي يهموني لي ديريكسيون مثلا غادي ناخذ هذا هو لاباز ديالي هذا هو ا وهذا هو بي هادو كيتسموا لي بارامتر ديال الكريستال البارامتر كريستال مثلا بغيت نعرف اين دروات فهاد 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 النوع اين دروات صافي تحكوا اين دروات غادي ناخذ شي مستقيم كيمر من جوج ديال لين او موان جوج ديال لين اوكي دونك هاد الدروات هذا بغيت نفرقو ما بين هذا وهذا مثلا هذا وهذا يعني هادو جوج بهم ما كينتميوش لنفس ماشي نفس الدروات دونك فهاد الحاله غادي نهضر على رونجي ريتيكولير اون رونجي ريتيكولير دونك الا بغيت نعرف لا رونجي ديالي اولا الدروات ديالي كنعطي عاوتاني حتى هو ثلاثه ديال الاعداد سي بون دونك هادوك دونك في دو ديمونسيون غادي نعطي جوج ديال الاعداد مي في تروا ديمونسيون غادي نعطي ثلاثه ديال الاعداد هادوك الاعداد غادي يكون من بعد غادي نسمي اون فامي سافي دير كوا اون فامي دو رونجي هي توت لي دروات اللي موازين لهذا مثلا خديتي هذا الا خديتي توت لي دروات اللي موازين ليه وبيناتهم لا ميم ديستونس مثلا هذا وهذا حتى هذا راه موازي ليه عنده نفس لا ديستونس ما بينه والاخرين وهذا دونك هذه في هذه الحاله كنهضر على اون فامي دونك هذه كتسمى اون فامي دو رونجي ريتيكولير دونك هاد لا فامي كامله بالميكانيك نعبر عليها غير بجوج ديال الاعداد واخا اون فامي يعني كاين بزاف ديال لي دروات مي هاد لا فامي بحال اللي قلت فيها ريبريزونطون واحد لو ريبريزونطون ديالهم هو لو نو لو بلي بروش او اللي كيمر من لوريجين دونك انا نقول لك دابا كيفاش كنسمي هاد لي دروات هادو ناخذ لي كال بلو سامبل نحيد عليا هادشي دونك فاش تسمع اون فامي سافي دير هو واحد لي رونجي واحد لي دروات لي باراليل بيناتهم وبيناتهم لا ميم ديستونس ضروري خص تكون هاد لا كونديسيون بيناتهم لا ميم ديستونس ماشي غير بالضروري يكونوا باراليل اوكي دونك الى خدينا باغ اكزومبل اوكي دونك ناخذ هاد الدروات هادا خديتي مثلا هاد الدروات هادا اوكي دونك بغيت نمثل هاد الدروات هادا
اولا نفرقوا على الاخرين. شنو هي الكاركتريستيك ديال هذا؟ اول حاجه ماله الي باراليل مع الا. دونك فاش كيكون باراليل مع الا دونك هنايا سينون نبدا بهذا هو السهل. نبدا بهذا اللي كيمر من لوريجين مثلا، هذا اللي طالع من لوريجين داكور. دونك هذا بغيت نيدونتيفيه، يعني نعطيه ناسوسيي ليه واحد جوج ديال الاعداد باش نعرفو فين كاين باش نفرق بيناتهم. شنو كندير؟ توجور كنمشي لونو حيت دار كيمر بزاف ديال لينو، ياك كيمر من هنا كيمر من هادي، انا كنمشي توجور لونو القريبه لامايل ديالي اولا القريبه للسونتر، حيت السونتر هو هذا اول نو اللي قريبه ليه، سواء تكون هذه بيان سي سواء تكون حتى هذه اللي هنا، حيت هنا راه كاين واحد النوع تاع اخر. ياك الا كملت هنايا الرازو ديالي القى واحد لانو هنايا نو هنايا نو هنايا، دونك كاين جوج ديال لينو اللي قرابين للسونتر وكينتمي لارونج. دونك اون فيت هذا كنمشي لهاد النو هادي. هاد النو هادي شنو قلنا باش كنرمز لها؟ قلنا الا بغيت نوصل لها كنمشي لا، كنمشي بواحد ا وكنطلع بواحد بي، يعني هي واحد واحد. دونك هاد الدروات هاد الدروات هادي غادي نرمز له بواحد واحد. دونك توجور كنمشي لو نو لا بلو بروش دي سونتر وكنقلب على لي كوردوني ديالها وكنعطيهم لا رونجي ريتيكولير. لا رونجي كنرمز لها بين معقوفتين. سي بون. اوكي دونك داكو ناخذ شي رونجي واحد اخر. مثلا اللي عطاه لي ما كيمر ليش من السونتر، ما هذا الحال ديال هذا حاله خاصه كيمر من السونتر. ايماجين عطاني هذا هاد لا رونج هاد لا دروات هذه اللي كيمر من هاد لي بوين، قال لي عطاني لي زانديس ديالهم. دونك شنو قلنا حنايا؟ قلنا هاد لي دروات اون فيت راه كينتمي لواحد لا فامي. دونك قلت لك شنو هي لا فامي ديال هاد الدروات هذه؟ هذا شنو هي لا فامي؟ شنو هو التعريف ديال لا فامي؟ قلنا هما توت لي دروات اللي متوازيين معاه وبيناتهم لا ميم ديستونس. مثلا هذا دونك اوتوماتيكو بامكاني نلقى واحد لا دروات مالو اللي كيمر من السونتر وتا هو عنده نفس لا ديستونس. اوكي دونك اوكي ناخذ هذا. دونك دابا واش لقيت من هاد لا فامي؟ دونك انا بغيت انا هذا عنديس هذا. دونك واخا هذا بعيد على السونتر بامكاني نرسم لي دروات باراليل حتى نوصل لواحد لا دروات اللي كينتمي لنفس لا فامي، يعني غادي يكون عندهم نفس اي و في وكيمر ليا من السونتر ديال لا ماي. دونك الا بغيت نعرف لانديس ديال هذا شنو قلنا كنديرو؟ كنمشي نقلب على لو نو. مثلا هنا راه عندي واحد النو، هنا عندي واحد النو، هنا عندي واحد النو. دونك هاد الرونجي هذا مين كيمر؟ شنو هي النو اللي قريبه للسونتر او النو الوحيده اللي قريبه للسونتر او جوج ديال النو اللي قريبين للسونتر؟ عندي هادي وعندي حتى هادي. هادي شنو هما لي كوردوني ديالها؟ الا بغيت لي كوردوني ديالها قلنا كنمشي بناقص ا هنايا، دونك كتكون هي ناقص واحد. اوكي وكنطلع بواحد. دونك هاد لا فامي هادي هاد لا فامي كامله باش غادي نريبريزونتيها، غادي نريبريزونتيها ناقص واحد في الكريستا كنرمز له بحال هكا والواحد كنخليه بحال هكا. بيان سيغ بامكانك تقول لي حتى هادي راها قريبه من السونتر، يعني متشابهين هاد الجوج. دونك عندك الحق، دونك سوا غادي نرمز له ناقص واحد واحد او لا حتى واحد ناقص واحد. دونك هادو بجوج بهم ايكيفالون، يعني هاد لا فامي ديال لي دروات كامل كنرمز لهم هاد جوج ديال الاعداد. دونك هنا كما قلت لك عندك جوج ديال الحالات، سوا غادي يكون الدروات ديالك الساد غادي يكون جونتي معاكم غادي يعطيكم الدروات كيما من السونتر، كتمشي تقلب على النو اللي قريبه من لا ماين وكتشوف لانديز ديالها وكتعطيه للدروات. الا كانت بعيده على لا ماين كتشدها وكتحطها كترسم لي دروات باراليل وبيناتهم نفس لا ديستونس. هنا ما نتصنع بيناتهم نفس لا ديستونس، نفس لا ديستونس دي، نفس لا ديستونس دي. اوكي دونك هذا الفا كيما قلت لك اون فامي. بيان سور هادشي غادي نفهمو مزيان في لي زيكزارسيس، هما اللي غادي نخليو جو بونس هادشي اون جينيرال. اوكي دونك بالنسبه لهاد لابارتي هادا غادي نخدمو فيها بزاف ديال لي زيكزارسيس حيت لي زيكزارسيس هما اللي غادي يفهموني، حيت موج لي زيكزارسيس صحابني غادي نكملو بكري. مي اوكي دونك ناخدو مثلا هذا، ما هضرش على الملتيبليسيتي. اوكي ماشي هذا 3 ديمونسيون
كتبقى نفس القاعده. اوكي دونك جو بونس نخليها حتى لا بارتي الجايه ونخدموا دي زيكزارسيس كيفاش كنجبد مثلا هاد لي زانديس من واحد الغيزو اللي هو 3 ديمونسيون. في 2 ديمونسيون كتكون شويه ساهله, في 3 ديمونسيون عندي واحد لي زاستيس هما ساهلين بيمكن نجبدهم وصافي. داكور دونك حاولي تراجعي هاد لا بارتي هادي هاد الليله هادي حيد عليك وغدا في الصباح وفي الليل نخدموا لي زيكزارسيس. و سي بون عندك دي كيسيون؟ باقي عندك شي كيسيون؟ شحال ما فهمتهاش مزيان. دونك هاد لابارتي جو بونس غادي تفهمي مزيان ابخ حيت عندنا لي زيكزارسيس بزاف غنشوفو كيفاش كنجبدو. من بعد غادي نهضر على البلون ريتيكولار. دونك دابا هضرنا غير على رونجي ريتيكولار يعني غير واحد لا دروات, مي ابخ بامكاني نديفيني حتى بلون واحد لو بلون حتى هو غادي نشوفو كيفاش كنجبد لي زانديس ديالو كيفاش نفرق ما بين هاد البلون مثلا هاد البلون 1 و بلون 2 و بلون 3 حيت ماشي نفسهم. دونك غنشوفو كيفاش كنكاركتيريزي هاد لي بلون هادو غنسميهم لي زانديس دو ميلار. اوكي يلا نخليك بون سواري. دونك سال الغدا ان شاء الله نكملو. انا نصيفط لك البي دي اف اللي خدمت عليه. يلا مع السلامه.